السلام على رسول الله. أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى ما يتعلق بفقه الصيام، لكن يعني لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ لماذا ندرس فقه الصيام ولا ندرس مثلا فقه الحج مثلا؟ لماذا؟ الوقت شهر رمضان على لأن العبادة لا يمكن أن تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الصيام صحيح إلا بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، ولأن الإنسان قد يقع في شيء من محظورات الصوم أو المفسدات يعني أو مفترات الصيام، وهو لا يكون صيامه باطل. ثم أن الآن الذي يعمل بلا علم، الذي يعمل بلا علم في شبه بمن؟ يعمل بلا علم النصارى. بالنصارى. والذي يتعلم ولا يعمل في شبه باليهود غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. إذا هل تريد أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء؟ لا. إذا لابد أن نتعلم فقه الصيام. هذا سبب اختيار الدورة في فقه الصيام. إن شاء الله يعني هذه الدورة تكون دورة ميسرة سهلة جدا، ونعرف في هذه الدورة منها أشياء معروفة عندنا، لكن نريد أن نتذاكر هذه المسائل. كل واحد منا الحمد لله صوم. ما هو الصيام؟ حكم الصيام هي صيام شهر رمضان. على من يجب الصيام؟ من الذي يجب عليه أن يصوم؟ ما هي مفسدات الصيام أو المفطرات؟ ما هي مستحبات الصوم؟ نريد أن نعرف شيء عن زكاة الفطر، صلاة العيدين، صلاة التراويح، الاعتكاف، صيام النافلة، الصيام المحرم والصيام المكروه. هذه المسائل إن شاء الله تعالى ترد معنا، مهمة جدا، صحيح؟ نعم، نمر عليها إن شاء الله تعالى ونلخصها. أولا، لو قال لك كافر تصوم رمضان؟ تقول نعم. قال ما هو الصيام؟ اشرح لي الصيام. تقول لا أدري ولا أعرف ما هو الصيام. إذا معنى أن شهادة أنك صام شهادة زور لا شك فيها. فما هو الصيام؟ الصيام لغة الإمساك، تمسك عن الطعام، تمسك عن الشراب، تمسك عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما، ولا نريد هذا التعريف اللغوي، نريد التعريف الشرعي. الصيام شرعا هو التعبد لله، التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. مرة أخرى، التعبد لله. إذا لابد في الصيام من نية. لمن؟ تصوم لمن؟ لله. لأنه قد لا يأكل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ولم ينوي به الصيام، فصيامه باطل. إذا لابد من نية. إذا هذا التعريف فيه ركن الصيام، نية وإمساك. إذا الصيام هو التعبد لله بترك الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. من يعيد لي هذا التعريف؟ تعريف شرعي إخوان. نعم، تعبد لله. أوقف الله. تعبد لله. التعبد لله.
بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر الفطر من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الله تعالى من يعيد لي تعرف؟ التعبد لله. تعبد لله، نعم. بالإمساك عن الطعام والشراب والشراب وسائل المفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الشمس طلوع الفجر طلوع الشمس لعلك تمسك الساعة السادسة اتق الله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الصيام لابد له من ركنين، من يعرف ركن الصيام؟ ركن الصيام النية والإمساك. طيب النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الآن كل واحد منا نسأل الله يبلغنا وياكم آمين هو من الآن ناوي صيام رمضان، مجرد أن يأتي إعلان دخول الشهر وأنتم على إعلان المملكة العربية السعودية، متى ما أعلنت المملكة انعقدت النية في القلب، صحيح؟ نعم. فلا تحتاج أنه في كل ليلة تستحضر وتجلس تستحضر النية، هي النية موجودة، صحيح أم لا؟ ولا يصح أن تقول اللهم إني نويت صيام هذا العام عام 1434 مبتدئا شهر رمضان من يوم الثلاثاء الماضي للتاسع من شهر كذا 2013 في مدينة فبشو ولا كذا، فسره لي وتقبله مني ممسكا في الساعة الثالثة إلى ربع توقيت فبشو مفطرا بإذن الله تعالى الساعة 10:20 فسره لي وتقبله مني يا رب العالمين. يصح؟ لا طبعا ما يصح. هذا تنطع في دين الله وبدعة. طيب ما حكم صيام شهر رمضان؟ الحمد لله أسهل ما يكون، نعم واجب ركن من أركان الإسلام. ما الدليل على فرضية صيام شهر رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني لا يمكن أن ينكر فرضية صيام شهر رمضان مسلم. الذي ينكر فرضية الصيام أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا نسأل الله السلامة والعافية يكفر، إلا إذا كان حديث عهد الإسلام لا يعلم يعلم، إن رجع تركنا وإن أصر هذا كفر أكبر، لأنه كيف ينكر الصيام؟ نعم هناك فرق بين إنكار الصيام وبين ترك الصيام لا يصح. طيب ما الحكمة من الصيام؟ لماذا نصوم شهر رمضان؟ لماذا أو ما الحكمة من فرضية الصيام؟ لماذا نصوم؟ نعم تقول الله يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما الحكمة؟ قال لعلكم تتقون، لأنك الآن عندما تصوم ما يراك أحد أحيانا عندما تدخل البيت إلا الله، فلا تأكل ولا تشرب ولا تأتي بمفسدات الصيام، تتقي الله تخاف من الله. نعم هذا حكمة من الحكم. غير ما الحكمة؟ نعم. تعود النفس على الصبر. تعويد النفس على الصبر، تعود نفسك أن تصبر وجاهد النفس والشيطان وعصمه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر على ما؟ صبر على طاعة الله بأن يصوم، وصبر عن معصية الله يجتنب مفسدات الصيام، وصبر على أقدار الله. قدر الله عليكم في هذا البلاد أن تصوم كم ساعة؟ 20 ساعة تقريبا، فهذا أمر كتب الله عليك، ماذا تصنع؟ تصبر ولا بد. طيب هذا الحكمة الثانية. نعم الشعور والإحساس بأخي المسلم الذي لا يجد قوة يأكل الإحساس والأمة الإسلامية أمة واحدة،
تشعر بما عليه الفقير، تمر عليه الساعات الطوال ولا يجد شيء، لا طعام ولا شراب. ولهذا تشرع الصدقة في رمضان، وكذلك يجب على الصائم إخراج زكاة الفطر لإغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد. نعم، فتح الله عنه. هذا الثالث، من يذكر لي رقم؟ كذلك أن الآن الإنسان عندما يصوم فهو يتذكر نعمة الله عليه ليل نهار وهو يأكل ما شاء الله، ما لذ وطاب، فهو يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الخامس ضبط النفس، أنت عبد، العبد ليس له إلا أن يقول سمعنا وطعنا، لا يسأل عما يفعلهم يسأل. هذه العبودية فيها عزة ورفعة لك. أما هذا الذي يقول أنا حر، كل من يقول أنه حر هو في الحقيقة والله عبد للشيطان، صحيح؟ عبد للهوى للشيطان. هذا يقول، تقول يا خصوم، قال أنا حر، حر تعبد للشيطان، أنت محارب لرب العالمين، هذه حرية؟ والله هذا عبد للشيطان، أطع من؟ أطع الشيطان. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره قال أذلنا الله. إذن حكم خمسة، اترك الفاعل، احنا نريد نتكلم في جانب الشريعة، الشريعة كل خير. طيب، إذا الأمور خمسة، من يعيدها علي؟ الحكمة من الصيام؟ التقوى. التقوى. تهذيب النفس. تهذيب النفس، التعويد على الصبر وعلى الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله. الإحساس بحال الفقراء والتصدق عليه. التفرغ لعبادة الله وحده لا شريك له. شكر النعم. والرابع أنك عبد ليس لك الاعتراض. تقول صيام رمضان، تقول أصوم. تصلي الفجر ركعتين، تصلي. تجهر الفجر وتجهر الظهر، تقول أنا عبد ليس لي، أقول سمعا سمعنا وطعنا. طيب، على من يجب الصيام؟ على من الذي يعلم؟ نعم. العاقل البالغ القادر. واحدة 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 واحدة، ما شاء الله ما شاء الله. أحسنتم. المسلم يجب الصيام. يجب الصيام على المسلم. طيب يا اخوان، اصلا الكافر يؤمر بالصيام او بالصلاه او بالحج او بالزكاه؟ لا، يؤمر بالشهادتين. لماذا تقول اول امر من هذه الامور ما يجب على الصائم تقول من يجب عليه الصيام تقول المسلم؟ لماذا ذكرت الاسلام؟ لان هناك اخوان من يصوم لكنه مشرك، شرك أكبر. صيام باطل. كيف يصوم ويسب الرب؟ أين يصوم؟ طب هذا صيام باطل لا شك فيه. يصوم وهو يذبح للجن والأصحاب القبور ويطوف بالقبور ويستعيد بهم، هذا صيام باطل. إذن أول شيء لا بد أن تفتش عنه حتى يكون الصيام صحيح الإسلام، مهما يكون. إذن يجب الصيام على المسلم. طيب سؤال، رجل يصوم لكن لا يصوم، رجل يصوم لكن لا يصلي، وقال أنا بإذن الله أصوم. نعم، غير مقبول. بعد ما أصوم غير مقبول، هذا يقول غير مقبول. فهذا يقول له اسمع، ما تصلي أيضا لا تصوم، امشي.
يعني معناته قال يمشي لا صيام ولا صلاة. وقال بلا صيام ولا صلاة. لا خطأ. الذي لا يصلي ويصوم تخوف بالله. تخوفه تقول اتق الله. كيف ما تصلي؟ إذا ما تصلي قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيني وبينه الصلاة من ترك فقد كفر. تريد أن تكون كافر؟ إذا مت ما نصلي عليك ولا تكفر وتدفن مع كافرين وتحشر نسأل الله السلام العافية مع إبليس وفرعون. هذا رفقائك في جهنم نسأل الله السلام العافية. ولا لا بد أن تصلي ونحن نساعدك وتأتي معنا كل يوم إلى المسجد ونتصل عليك في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب والعشاء وتتابع ليل نهار. تقول ما يمكن أتركك لإبليس صحيح؟ أما تقول له لا تصوم ولا تصلي وكذا لا ما يصح. تقول له أنت كافر وتحكم عليه بالكفر. من يحكم على أشخاص بالكفر؟ العلماء. أنت تخوفه بالله. وما يمكن إنسان مسلم يترك الصلاة مفهوم؟ ولا يترك الصيام كذا. نعم. طيب إذن يجب الصيام على المسلم خرج بهذا الكافر. إذا لا أود أن يصحح التوحيد قبل دخول الشهر. الثاني. نعم. الثاني. المسلم العاقل. العاقل. البالغ. المسلم العاقل خرج بهذا المجنون. هل يجب الصيام على المجنون؟ لا. رفع عنه القلب. طيب سؤال. الذي يعرف يرفع اسمه. يعني ما نقدر نتكلم عنه، يرفع اسمه عليه. هل يجب الصيام على السكران؟ أم لا؟ اللي يعرف يرفع اسمه. هل يجب الصيام على السكران؟ نعم أم لا؟ لا يجب. يعني معنى هذا. هذا يقول جزاك الله خير، أنا أشرب خمر وليس علي صيام لله. صحيح؟ الصلاة؟ قال أيضا لا صلاة عليك. يشرب خمر يقول لا صلاة ولا صيام، الحمد لله. أراحة يقول يا سيد لا هذا اللي يشرب الخمر نقول له اسمع يجب عليك الصيام ولا تشرب خمر وتصوم صحيح؟ أي نعم. لأن الآن المجنون جن باختياره؟ لا. والسكران إذا المجنون وزيادة. إذا ما يمكن أن نقول للسكران لا صيام عليك، نقول تصوم وتترك الخمر ولا بد. طيب البالغ خرج بهذا غير البالغ أي الصغير، فهل يجب الصيام على الصغير؟ لا. لكن الصغير يخاطب من وجهين. نخاطب الصغير من وجهين. نخاطب مباشرة الصغير نقول يستحب لك أن تصوم، ونخاطب ولي الصغير نقول لابد أن تعود الصغار على الصيام. من العجب لو تسأل أي واحد فينا هل رأيت يوم من الأيام والدتك أو أختك أو خالتك أو عمتك أو جدتك مفطرة في نهار رمضان وهي معذورة بحيل؟ يقول لا. حتى الزوج يقول ما أراها تأكل أمامي أبدا. لماذا؟ تستحي. لكن هناك من ليس معذور أمام الملأ عيانا جهارا يفطر في نهار رمضان حتى بالدخان. صحيح؟ هذا محارب رب العالمين مجاهد بالمعصية. المرأة وهي معذورة ما تراها حتى الزوج يقول ما أرى. والله صحيح هذا واقع واقع. طيب إذن الإسلام والعقل والقلوب، وقلنا غير البالغ يعول على الصيام. وكان السلف رضي الله عنهم يأتون بالصبيان إلى المساجد ويعطوهم شيء من الألعاب حتى ينسى الطعام والشراب. نعم.
والولي يعود على فعل الطاعات وترك المنكرات. ما بماذا نعرف أن هذا بالغ؟ كيف نعرف أن هذا بالغ أو غير بالغ؟ ما هي علامات البلوغ؟ كيف نعرف لو هذا قال أنا بالغ أم لا؟ أصوم أو لا أصوم؟ ماذا نصنع؟ علامات البلوغ ثلاثة، هذه عند الذكور وعند الإناث. الأول إتمام 15 عام، إذا أتم 15 عام. والثاني الاحتلام. والثالث إنبات الشعر الخشن حول القبل. هذه ثلاثة أشياء يعرف بها البلوغ عند من؟ عند الذكور وعند الإناث. تزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض. مفهوم؟ نعم. من يعد لي هذه الأشياء الأربعة؟ الأول 15 سنة، إتمام 15 عام. الثاني إنبات الشعر الخشن حول القبل والاحتلام عند الذكور وعند الإناث. تزيد المرأة بالحيض. واحدة تكفي في علامات البلوغ، صح؟ احترم بالغ. طيب نعم، أن يكون قادر، يكون القادر قادر. صحيح، خرج بهذا المريض. صحيح، خرج بهذا المريض. هل يجب الصيام على المريض؟ ننظر حسب المرض. الله يفتح. حسب المرض. مرض يضر به إذا صام فهذا لا صوم، بل أحيانا يجب عليه الفطر في نهار رمضان. يجب، نقول واجب، ولا تركوا بأيديكم ولا التهلكة. مريض بفقد دم، وقال له الطبيب إذا توقفت عن أكل الشرب صمت قد تموت. هذا لو صام له آثم. طيب الثاني جرح بإصبع، جرح بإصبع، فتسأل لماذا لم تصم؟ قال المريض يصح؟ لا يصح. إذن عطاس، زكام، جرح في الإصبع، هذا ليس بالمريض. مفهوم؟ إذا المريض مرض يضر به إذا صار سكر. نعم سكر. نعم مقيم، فتح الله عليه، خرج بهذا المسافر. ما قال مقيم، ما قال. خرج بهذا المسافر، هل يجب الصيام على المسافر؟ إذا حمل لا يجب عليه الصيام، لكن الأولى للمسافر أن يصوم إذا لم يشق عليه. لماذا الأولى للمسافر أن يصوم؟ لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه هذا أسهل على المكلف. الآن عندما تصلي مع التراويح مع الناس تصلي ما شاء الله، ولو صليت وحدك قد لا تصلي أو تصلي ركعتين أو ثلاث ركعات. الصيام مع الناس أسهل، هذا الثالث. الثالث إدراك فضيلة رمضان. الرابع أن قد تؤخر، وأنت تعرف أنه كان عليك أحيان قضاء أخرت إلى فترة، وقد تمرض وقد تموت وما إلى ذلك. إذن المسافر لا يجب عليه الصيام ويجب عليه القضاء إذا أفطر، لكن الأولى بالمسافر أن يصوم ما لم يشق عليه. السادس تمييز، فتح الله عليك. الله يبارك فيك. الخلوة من الحيض والنفاس، مرأة مسلمة عاقلة بالغة صحيحة مقيمة، نزل عليها دم الحيض والنفاس، يحرم في حقها الصيام. نعم، هذه الأمور ستة. من يعيدها عليه؟ الستة كاملة. يلا بسم الله. يجب على المسلم، المسلم العاقل البالغ، القادر، الصحيح المقيم، والخلوة من الحيض والنفاس. من يعيد على الستة؟ نعم، المسلم، عاقل، بالغ، صحيح الخلو من الحيض والنفاس، مقيم، الخلو من الحيض والنفاس، مسلم، بالغ،
صحيح. نعم صحيح. صحيح. هذا النفاس أخونا من هذا النفاس المقيم مقيم لا أتكلم. نعم الشهر قادر. ها استغفر. مسلم عاقل بالغ بالغ صحيح صحيح مقيم خالي من حضر المسلم. من يعيدها؟ بسم الله. مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خالي من حضر المسلم. الحمد لله تهتص. لا كلمة واحدة ولا بشيء ناخذ نصف ساعة أو شيء من هذا. طيب من يعرف مفسدات الصوت المفطرات؟ من يعرف البقية ما يصوم؟ جد جد ما تعرفه قد تأتي لمفسد وانت لا تعرف صيامك باطل صحيح ولا هو صحيح؟ ما هي مفسدات الصيام؟ من يعرف مفسدات الصيام؟ البقية ما يصوم؟ صوم؟ ما هي المفسدة؟ أكل أكل. أسمع أسمع. أضاف إلى خمسة. لا أسمع. مو صحيح. من يعرف مفسدات الصيام أخواننا بقية ما تعرف؟ ما أشتغل. نعم الأول فتح واعي. يقول أول مفسد الردة عن الإسلام لأن الردة مبطل كل الأعمال هذا أخطر ما يكون في الصيام. كيف؟ سب الرب يسب الدين يسب النبي صلى الله عليه وسلم يسد الصنم يطوف حول القبور يرتدي كذا. الآن الناس قدموا الناس انقسموا في استعداد إلى رمضان إلى قسمين. قسم يستعد للطاعة والنشاط والاجتهاد ودراسة فقه الصيام وقسم من سنين يجهز لك تمثيليات كفرية حتى تكفر كفر أكبر في نهار رمضان وكون صيامك باطل. صدق والله صحيح؟ بالله ترضى واحد يمثل أمك؟ كيف يمثل أم المؤمنين؟ رجل يمثل دور إبليس وأبو جهل فهذا أبو جهل يسب الرب يا رجل يسب الرب يحلف باللات وبالعزة وسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تمثيل. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد منها الردة فهو يجعلك تتفرج على هذه التمثيليات الكفرية حتى تكفر كفر أكبر. كيف؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنهم إذا مثلهم. نعم فأنت لا ما يمكن تتفرج على كفر وتسكن يسب الرب يسب النبي صلى الله عليه وسلم يحمد بالله في العزة يسجد الصنم صح وقالوا تمثيلات إسلامية برامج إسلامية. نعم كفرين كفر أكبر يا أخواني. أول ما بدأوا مثلوا بالأيمة ثم بعد الصحابة صغار الصحابة ثم كبار الصحابة ثم بعد الأنبياء ثم كل الأنبياء الرسل عليهم الصلاة ثم مثلوا ملائكة ثم مثلوا رب العزة والله الله في الكرتون الآن موجودة. رافضية ما أسمع شيء. ما أسمع شيء حدث ولا حال. ما يمكن تتفرج هذه الأشياء تتفرج على كفر ممكن؟ لا. التمثيليات التي فيها فسق وهجوم وغنى وكذا هذه كبائر ما في ما عندنا إشكال فيها لكن الإشكال في هذه شرك أكبر. إذا أهم ناقض ما ذكر الشيخ الردة مبطلة كل الأعمال هذه أهم ناقض عندنا ردة مبطلة كل الأعمال. نعم الثاني الأكل والشرب بدون قيد
عمدا فينا هذا عمدا لو أكل وشرب ناسيا صيام صحيح في الفرض أو في النفل في الفرض أو في النفل. طيب شرب ماء في نهار رمضان أفطر أم لا؟ ما أحد يتكلم إذا كان متعمد أفطر شرب سم في نهار رمضان مطعم ولا شرب سم سم أفطر متعمد نعم أفطر وكفر لا 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 تكفر هذا المهم شرب سم أفطر بنزين بنزين يا رجل كلما تعمدت كنت عمدا فتح الله عليك اوقف السؤال مو لك السؤال الشيخ اوقف اكل بلاستيك هذا البلاستيك اكل اخترع بلاستيك كلما دخل بالجوف افطر تمام السؤال الجديد اذا اكل بلاستيك اكل خنزير هذا يكون معك في الصيام يا شيخ اصبر مجنون اصبر لا لا هو مو مجنون هو ياكل بلاستيك ما مشكله نعم صحيح افطر طيب وضع قطره في عين قطره في عين يا اخوان هذا يعرف لا جوف ولا معده افطر وجد اثر هذه القطره والمراره في حلقه افطر ام لا عندما وضع القطرة وضع وجد المرارة في حلقه لم يفطر لأنك لا تسمع إنسان يا يشرب من عيني يضع عندما يريد يشرب ويضع الماء في عينه صحيح هذا الذي يقول أفطر ما يعرف من أين يشرب الإنسان نعم ما يعرف قطرة العين تفطر لا الحمد لله طيب والله تعال نتعامل الله يرضى عنك تجي الله يبارك فيك. السلام عليكم. قطرة العين ما تفضل. طيب إبرة من أجل تسكين الألم فولترين. لا طعام لا شراب. لم يفطر. تمام. مغذي سيروم. أفطر لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. تمام طيب الله يفتح عليك إذن الطعام والشراب وما جرى مجرى الطعام والشراب بنزين خمر خنزير بلاستيك الإبر إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب مفضلة إلا غير مفضل قطرة العين غير مفضل فتح الله عليك اجلس من يعرف لي مفسد مفسدات السيارة الجماعة نعم الجماع الجماع نعم طيب في الأرض نعم وأيضا الاستمناء لكن لو احتلم وهو نافل صيام صحيح طيب غير من الفضلات قال الردة مبطل كل الأعمال والأكل والشرب عمدا والجماع والاستمناء نعم قول الزور لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة فإن يدع طعام وشراب الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا هل هذا من المفطرات قال لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام اليوم عند الناس في رمضان خاصة إمام المسجد أطال والتراويح فيها كذا والمسجد فيه كذا وجماعة المسجد وكلام لو كان هذا من المفطرات لم يبقى لنا صيام يقول الإمام أحمد هذا يعني هذا يقول الإمام أحمد من ورعه وله ما يصنع هذا لكن الناس اليوم يصنعوا هذا صح ولا كثير جدا في رمضان كلام الدنيا والغيبة والنميمة وشهادة الزور والعمل به في طبعا مشاهدة التلفاز قنوات وما يرحمنا برحمة الله إذا هذا ليس من فطرات
لكن هذا موقص للصيام. إذا الردة والأكل والشرب عمدا والجماع والاستمناء غيره من المفضلات. أفطر الحاجم والمحجوم. الحجامة إذا احتجم من صائم أفطر غيره. فطرات متعب. القي عمدا أدخل إصبعه في فيه واستقى عمدا تعمد إذا أفطر. خرج بهذا يا أتكلم أنا وأنت تتكلم من؟ الحجام. أنا ما أسمع شيء إلا بعد المرض. من يتكلم؟ أنتم ولا؟ لا أنت. أكيد. أول إذا أنا أتكلم أول. نعم. آخر شيء ذكرنا ما هو؟ آخر شيء ذكرناه بعد الحجاب لأنك ما تنتبه. القي عمدا لو أدخل إصبعه فيه واستقى أفطر. خرج بهذا ما لو مر في الطريق مثلا ورأى شيء وخرج ما في بطنه فهذا صيام صحيح. اجلس. غير من المفطرات. نزول دم الحيض والنفاس. نزول دم الحيض والنفاس. كذلك الأخير قطع النية. نوى الفطر في نهار رمضان أفطر وإن لم يقطع. قال الله ما أصوم عليكم. مفهوم؟ طيب من يعيد لي هذه المفطرات؟ سبعة. ذهاب العقل. بعد المغرب ذهاب العقل إن شاء الله. الآن خلي العقل باقي. من يذكر لي المفطرات أخوانا؟ نعم الشيخ. لكن سمعت الردة. الردة الله يفتح عليك مبطل كل الأعمال وهذا أهم ناقض. نعم الثاني. نعم. الثانية الجماع. الأكل والشرب عنده. الجماع والاستمناء. الحيض والنفاس كما ذكرت. ونزول دم الحيض والنفاس. القي عمدا. القي عمدا. الحجامة. قطع النية. فتح الله عليك. من يعيدها؟ نعم. استنشاق البخور عنده. أسمع أنا ما أسمع إلا بعد المغرب. من يعيد لي هذه النواقض؟ كيف تسمع هذه؟ بسم الله. الردة. الردة نسأل الله السلامة عامة محفظة كل عامة. الأكل والشرب. الأكل والشرب عمدا. الجماع والاستمناء. الجماع والاستمناء. والقي عمدا. والقي عمدا. والنزول الحجامة. الحجامة. ونزول دم الحيض والنفاس. وانقطاع النية. وقطع النية. لازم. إطار السقف. نعم. الأول الردة. الثاني. الأكل والشرب وما جرى مجرى الأكل والشرب وما يقوم مقام الطعام والشراب قبل المغذية. حجامة. الحيض ونزول دم الحيض والنفاس. الجماع. الاستمناء. النية. قطع النية. الله تعالى تعالى شيء الله تعالى. الأول الردة محبطة كل الأعمال. الأكل والشرب. الأكل والشرب عمدا. نزول دم الحيض والنفاس. قطع النية. نوى قطع النية. الجماع. الاستمناء. الحجامة. القي عمدا ذكرته. فتح الله عليك. هكذا العلم اضبطه بعدين. أي ناقض غير هذه الناقض ليس بناقض. التضيف في نهار رمضان غير ناقض. قطرة العين غير ناقض. بهذا تضبط العين. غير هذا الاغتسال غير ناقض. السباحة غير ناقض. الصيام مفهوم؟ وانتهى. أجبني عن كل الأسئلة الحمد لله. طيب من يعيد لي الدرس كامل؟ نعم بسم الله. أول ما أخذنا في هذا الدرس لماذا ندرس فقه الصيام؟ قلنا لأننا لا يمكن أن نعمل أي عمل إلا ونتعلم أحكام هذا العمل بما ورد في الكتاب والسنة. عرفنا الصيام وقلنا لابد في الصيام من ركنين. ما هو؟ النية والإمساك. من يعرف لي الصيام؟
تعرف الصيام فرض؟ لو كافر يسأل يقول أنت صائم؟ تقول نعم. قال ما هو الصيام؟ قال ما أدري. قال روح تعلم. تعلم دينك هو. فتح الله عليك. هو التعبد لله نية بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر الفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب على من يجب الصيام؟ مسلم بالغ عابد صحيح مقيم خلوا من الحيض والنفاس. طيب مفسدات الصيام الردة الأكل والشرب عمدا الجماع والاستمناء القيء عمدا نزول دم الحيض والنفاس قطع النية والحجام. طيب الآن تكتبوا هذه الأشياء فقط على الدراسة والسلام. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. لماذا نتعلم الصيام؟ لماذا اخترنا أن تكون هذه الدورة في الصيام؟ لأن الصيام لا يمكن أن يقبل إلا لمعرفة أحكام هذا الأمر وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصيام. طيب ما حكم صيام شهر رمضان؟ حكم صيام شهر رمضان مستحب واجب مكروه محرم جائز. نعم واجب ولا شك. ما الدليل على وجوب صيام شهر رمضان؟ الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لا يمكن أن تخالف أحد في فرضية صيام شهر رمضان. والذي ينكر صيام شهر رمضان أنكر ما هو معلوم من الدين بثروة. مثل ينكر وجوب الصلوات الخمس تحريم الربا تحريم الزنا. فهذا إن كان حديث عهد الإسلام يعلم. فإن رجع وتاب تركنا وإن أصاب فهو كافر. طيب ما الحكمة من الصيام؟ ما الفائدة؟ وما الحكمة من الصيام؟ أي صيام شهر رمضان؟ التقوى. التقوى لعلكم تتقون. لأنك الآن الصيام تتعلم التقوى. تتقي الله تكون وحدك ولا تأكل ولا تشرب. طيب غيره. عبادة والصبر. نعم تعلم الصبر. صبر على الطاعة بأن تصوم. وعلى المعصية المحرمات. وعلى أقدار الله قدر الله عليك هنا أن تصوم 20 ساعة مثلا تصبر. صح؟ وغيره. نعم تشعر بحال فقير ساعات تمر عليه ولا يجد شيء. وكذلك تعرف قيمة النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. أحيانا ما تمر ساعة إلا أنت تأكل وتشرب. نعم وغيره. أنك عبد. تعلم أنك عبد والعبد ليس له إلا السمع والطاعة. السمع والطاعة والرضا والتسليم. ما تقول لماذا نصوم رمضان ولا نصوم محرم مثلا. نعم طيب على من يجب الصيام؟ المسلم خرج إلى هذا الكافر يقول إن هذا أهم ما يكون. لابد أن تتعلم التوحيد وتبرأ من الشرك ولا يكون عندك شيء قد يدخل في الصيام ويجعله باطل. البالغ والبلوغ العقل النية والمبدل والصحة والإقامة والخلوة من الحيض والنفاس. طيب هل يصح صيام الكافر؟ نعم لا الذي أعرف لا. إذا كان يصب الرب ويصوم صيامه باطل. يصوم ولا يصلي صيامه باطل. فهل معنى هذا نقول له اذهب ولا تصلي ولا تصوم؟ لا تعال لابد ان تصوم تصلي ونحن نتعاون سويا ونجتمع على طاعه الله. طيب هل يصح صيام المجنون؟ لا يصح. لا يصح.
هل يصح صيام السكران؟ وواجب عليه الصيام. نقول يجب عليه الصيام، نقول لا تسكر وتصوم. نعم. نعم، لأن المجنون هذا باختياره، لكن هذا غير اختيار، هذه حرام، ما ممكن تكون حرام، هذه حقارة. نعم، الحضارة في أن تذهب العقل، والحضارة أن تقول في سروالك. موجود اليوم ولا لا؟ الحضارة اليوم في أن تذهب العقل وتأكل الخبائث والخنزير وأن تقول في سروالك. كيف؟ تقول يقول ثم يرفع السروال بلا استنجاء ولا استجمام، هذه حرام. صحيح؟ اليوم اليوم قلبة هذه حرام، والحرام اتركها ما طيب. هل يصح صيام الصغير؟ هل يجب الصيام على الصغير؟ لا يجب الصيام على الصغير، لكن يستحب له الصيام، ويجب على ولي الصغير تعويد الصغير على الصيام. ونحن نعرف ان الان اباء صلى الله عليه وسلم ورحمه كانوا يعودون على الصيام. كيف؟ يقول لا بد ان تصوم، فيصوم ويتعب الى الظهر. صغير تقول له اسمع اذهب وكل وارجع، ويتعود في اليوم الاول الى الظهر الى كذا، واذا تعب ياكل، وتقول ان شاء الله غدا تكمل الصيام حتى يستطيع الصيام. ذكرنا الدرس الماضي انه من العجب ان المراه وهي معذوره ما تراها ابدا تاكل في نهار رمضان، مع انها معذوره بحيض او نفاس، ما ترى حتى الزوج ما يرى. صحيح تستحي. وهناك من ياكل في نهار رمضان عيان جهار. صح؟ اي نعم، بل يدعوه. اذا لم تدعو انت للطاعه هو دعاك للمعصيه، تفضل سجاره. اي نعم صحيح. كنا في العام الماضي ذهبنا في رمضان الى خيمات في تركيا سوريا، خرج امام المسجد يتوضا صلاه الظهر، فوجد رجل جلد ما شاء الله يشرب الدخان، فقال له عندي سؤال تفضل. قال اذا كان هنا، يعني الامام يسال هذا اللي يشرب الدخان، قال له هناك رجل يضرب عشره قوي، ما تقول عنه؟ قال ما شاء الله هذا قول بطل. قال طيب رجل يضرب 100، قال ممكن؟ قال ممكن. قال هذا ما شاء الله هذا اقوى من الاول بكثير. قال طيب رجل يضرب 1000، قال ما ممكن. قال لا وقع، قال هذا قطع ابطال يعني ما شاء الله. قال طيب رجل يحارب رب العالمين بطل؟ لو واحد يقابل 10 أو 100 أو 1000 لا شيء، لكن هذا الآن عندما يجاهد بالفطر في نهار رمضان هو محارب لمن؟ لله. تعصي وتجاهد بالمعصية ما ممكن. صحيح. إذا لابد إخواننا أن نعلم هؤلاء، قل يا أخي لا تحارب الله. لو أفطرت في نهار رمضان هذا أقل من أن تفطر وتجاهل الفطر في نهار رمضان. قلنا المرأة وهي معذورة ما تجاهل أبدا وهي معذورة. طيب إسلام والعقل والبلوغ، وذكرنا في البلوغ أن البلوغ يعرف بماذا؟ كيف نعرف أن هذا بالغ أو غير بالغ؟ بأمور ثلاثة اتفق فيها الرجال والنساء. إنبات الشعر الخشن حول القبل، الاحتلام واتمام 15 عام، وتزيد المرأة بالحيض. واحدة من هذه الأربعة يحصل بها البلوغ. نعم، 4 عند النساء، 3 عند الرجال. طيب الصحة خرج بهذا المريض، فهل يجب الصيام على المريض؟ من يعرف؟ حسب. نعم، إذا كان هذا المرض يضر به إذا صام فصيامه أحيانا محرم. يعني الآن أنت تسمع أحيانا بعض الناس مريض بالسكر والطبيب يقول لا تصوم، وهو لا يصوم ويتعب وأحيانا يغمى عليه ويذهب إلى المستشفى، فهذا تقول له يا أخي ترى صيامك تأثم عليه. إي والله
الله سبحانه كتب لك الأجر، والله غني عن تعذيب عباده، وقال ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، حرام عليكم تصوم صح، لكن جرح في أصبعه وأفطر في النهار أفضل. تقول يا أخي اتق الله لماذا تفعل؟ مريض صح؟ طبعا. طيب عطاس زكام؟ لا، إذا مرض يضرب به الأصابع، فقر الدم، جلطة في الدم، جلطة في الدماغ، مريض بالسكري، مريض بضغط الدم، لا بد أن يتناول الدواء. زمان وقلت. طيب المقيم خرج بهذا المسافر، فالمسافر الآن الأولى في حقه أن يصوم في رمضان ما لم يشق عليه، شق عليه يفطر. لماذا أولى أن يصوم؟ لأن الصيام في السفر هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أسهل على المكلف أيضا. أنت الآن عندما تصوم مع الناس تصوم شهر ولا إشكال، لكن لو قلنا تستطيع الصيام وحدك تقول لا، كما صلاة التراويح صلي مع الجماعة ما شاء، لكن وحدك ما تقدر على هذا. ثم تدرك فضيلة شهر رمضان، ثم قد تؤخر القضاء وما تقضي أحيانا، خاصة من يعمل في السفريات دائما يسافر، فهذا نقول لا بد أن يصوم. طيب وكذلك الخلو من الحيض والنفاس، ذكرنا أيضا مفسدات الصوم، والفائدة من معرفة مفسدات الصوم حتى لا تأتي بمفسد يفسد عليك الصيام ويصبح صيامك باطل يعد على الأشياء. الردة، الله يفتح عليك، أهم مفسد نسأل الله السلامة والعافية الردة، يسب الرب، يسب الدين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هؤلاء أرادوا والله والله إخواننا أمر واضح، هؤلاء الذين صنعوا برامج من سنين يعد لها وأنزلها في رمضان، برامج كفرية والله. طب العفو سؤال، يمثلوا والله لو واحد يمثل والدته أنك تصنع تصنع، كيف يمثل أمهات المؤمنين؟ يمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمثل بالملائكة، بل برب العزة. أرادوا ماذا منك؟ هذا تكفر في نهار رمضان في صيام الفاضل، هذا مصيبة، لابد أن نتنبه لهذه المسائل إخواننا والله. طيب الثاني الأكل. الأكل والشرب عمدا، وما جرى مجرى الأكل والشرب حتى وإن كان ضار، يشرب بنزين، يشرب خمر، يشرب خنزير، يأكل خنزير، يأكل بلاستيك، أفطر. وما جرى مجرى الطعام والشراب أو كان يغني عن الطعام والشراب الإبر المغذية، خرج بهذا الإبر التي تؤخذ للتداوي، الأنسولين، مريض بالسكر ويأخذ إبرة أنسولين لا يفطر، قطرة العين، لا نسمع يوم من الأيام أحد شرب من عينه، ما يوجد أحد عندما يكون يعني يحتاج إلى ماء شرب الماء يشرب من عينه، ما يمكن حتى وإن وجد مرارة في حق لا. طيب الثالث الجماع والاستمناء، خرج بهذا ما له نام واحتلم الصيام بعد الظهر نام واستيقظ وجد أثر مني صيام صحيح، لو استيقظ الآن أذن عليه الفجر قبل أن يغتسل، أذن عليه أذان الفجر قبل أن يغتسل صيامه صحيح واغتسل ولا إشكال، مفهوم؟ المرأة طهرت قبل أذان الفجر ونوت الصيام، أرادت أن تغتسل أذن الفجر صيامها صحيح وتغتسل بعد ذلك لا إشكال. الردة والأكل والشرب والجماع والاستمناء القيء عمدا والحجامة ونزول دم الحيض أو النفاس. طيب وأن ينوي قطع النيل، يعني نوى قال أنا مفطر، لكن لو تردد أو شك هل انقطعت النية أم لا، أقول لا توسوس، أنت صائم
مفهوم؟ طيب، وأخذنا أيضا أن النية محلها القلب، وأن الإنسان نحن الآن من الآن ونحن ننوي صيام شهر رمضان، تكفي هذه النية كل الشهر ومع دخول الشهر كذلك. طيب، بعد هذا نريد أن نعرف مستحبات الصيام. الصائم يستحب له فعل، نبدأ من هنا. قراءة القرآن. قراءة القرآن كلام الله. هذا الشهر شهر أنزل فيه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل عليه السلام، وعرض عليه السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. تكثر من قراءة القرآن تجعل لك ولد. أصلا مجرد ما يدخل شهر رمضان يبقى في المسجد أحسن. أي والله. نعم. تعجيل الفطر وتأخير السحور. مجرد ما أقول الله أكبر هذا المغرب تأكل مباشرة. تعجيل الفطر وتأخير السحور. يؤخر السحور كيف؟ يعني أقول للآخر أنا الآن آكل بعد صلاة التراويح، فماذا تصنع قبل أذان الفجر؟ السنة أن تأكل تتسحر على تمرة واحدة أو ثلاث تمرات، هذه تقوم مقام السحور. تسحر، فإن في السحور بركة. بركة بما؟ بركة في الطعام اللي تأكل، وبركة في تقوية البدن على الصيام في النهار. على ماذا يفطر؟ على ماذا يفطر؟ يفطر على رضا، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى ما وجد من الطعام، تفاح، برتقال أو كذا. فإن لم يجد كان في السيارة وليس لديه لا طعام ولا شراب، ماذا يصنع؟ ينوي. فإذا نوى الفطر أفطر. طيب، مستحبات صدقات. الصدقة لماذا؟ لأنه بالصيام تذكر حال الفقير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الخوف في رمضان، فتح الله عليه أكثر من الصدقة، كان كالريح المرسل عليه الصلاة والسلام. قلت الكلام. نعم، هذا من مستحبات، هذا من الواجبات. يجب عليه ترك قول الزور فلان فيه كذا، والعمل به، والغيبة والنميمة، حسد، غل، كذا. نعم، أي أحد يحدثك في رمضان يقول فلان الإمام أطال اليوم جماعة المسجد، أعوذ بالله. موجود هذا في رمضان يكثر. يا أخي الإمام طول أمام الباب هنا، يقف ساعات ولا أشكال. الله، كان في المسجد يركب على رأس إبليس. لا، ما ردت الشياطين أن تتصفد، لكن صغار الشياطين موجود. شيطان الإنس أخطر ما يكون. شيطان الإنس، لأن شيطان الجن تستعيد يذهب، أما شيطان الإنس ما يذهب. مشكلة هذا شيطان الإنس. والله أكبر مشكلة عندك شيطان الإنس. ما يذهب، تستعيد ما يذهب. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال يا إمام إن فلان يقول في كذا وكذا. لو اليوم جاءك إنسان وقال فلان الشيخ أبو إبراهيم تكلم فيك البارحة، تقول الله يسامحك. أي وماذا قال غير هذا؟ ومتى قال؟ أعوذ بالله، فيه كذا وكذا، صح؟ الحسن رحمه الله عندما جاء إليه هذا الرجل وقال فلان يقول فيه كذا وكذا، قال لهذا الرجل: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ أما وجد الشيطان رسولا؟ بحث الشيطان يرسل، ما وجد أن أنت رسول الشيطان. والله لو كنا على هذا افتحنا. جيك واحد قال يقول فيه، قال اسمع انت رسول الشيطان، ترتاح، صح؟ الحمد لله. طيب، نعم يا ابو عرب، مستحبات الصيام. ثلاث
ترك الموبايل. دعوة الصائم مستجابة، نعم. يدعو عند فطره. يكثر من ذكر الله واستغفار قراءة القرآن على الأكثر. صلاة التراويح، يحافظ على صلاة التراويح. ولا تملي أخر من الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني يأتيكم إن شاء الله الأخ الشيخ عبد العزيز. قال أريد أختم القرآن، تقول أختم. وطيب، قال تطيب. قال أقرأ 10 صفحات، قل أقرأ، ما عندنا إشكال. إحنا عبيد لله، نريد نصلي، نريد يكون رمضان هذا غير بقية الأعوام. مرة واحدة نختم القرآن في هذا المسجد ونشعر تسمع القرآن وتراجع وتقرأ كتب التفسير، إيش الإشكال؟ عندنا مسجد، اسمع، هذا المسجد بجانب السوق، كل ما في المسجد تجار ويريد إقامة الصلاة بسرعة، وبعضهم لا تجار ولا شيء. فيوم أذن، بعد أذن دخل هذا قال أقم الصلاة. سبحان الله، إقامة الصلاة في يد من؟ الإمام المؤذن. فهذا الإمام يعني ذكر، مجرد دخل هذا قال أقم الصلاة، أقام الصلاة وصلى بسرعة وسلم وخرج الإمام. فخرج هذا اللي قال أقم الصلاة، خرج فلقي له السلام عليكم، طلع كان كيف الحال؟ قال والله بخير. قال ماذا حدث في كذا في بلد كذا؟ قال أعوذ بالله، تدري حدث كذا اليوم، يعني كانوا متوعدين بحدوث كذا وحدوث كذا وحدوث كذا. والله يا شيخ سبحان الله، الوزير قبل أمس قال كذا. فالمهم أخذ يتحدث معه، بعدين قال كم لنا نتحدث؟ قال والله ممكن ربع ساعة لنا أو نصف ساعة. قال يا ما تخاف الله، في المسجد ما استطعت أن تبقى دقائق وهنا تتكلم. اسمع، آخر مرة بعد هذا لو تكلمت في المسجد قلت أقم الصلاة، والله أفضح كمان ملك. أقول بقي معي ذاك اليوم نصف ساعة. فأي واحد عندك يا شيخ إبراهيم تقول الإمام طول يبغى يصلي يصلي، يبغى يمشي يمشي. لماذا سميت صلاة التراويح بهذا الاسم؟ كانوا يرتاحوا بين الركعات، قيام قيام طويل يا رجل. الشيخ عبد العزيز يقول انا اصلي فيكم ساعة فقط بس واختم القرآن ان شاء الله تعالى، ساعة مع صلاة العشاء ساعة. هنا وش الاشكال؟ ساعة. والله من يتقي الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. صحيح، انت تريد تصلي صلاه خشوع وقراءه وتلاوه تدعو الله تخرج من شر، والله تتمنى ان العام كله رمضان. صح؟ اي والله. صلى بلغني وياه. فاللي يتكلم ترى هذا الا معه شيطان. نعم، سبحان الله، ما يتكلم في كذا يتكلم في هذا. الله المستعان. المهم، نعم ابراهيم. المساعدة والمشاركة في إفطار صائم تكون لك مثل الأجر، حتى ومن إذا كان ليس لديك ما تعال وساعد الإخوة في إفطار صائم تأخذ أجر. نعم نعم. كثرة السلام بالنوافل. النوافل، قراءة القرآن، الصدقة، الصدقة لكم، الاعتمار. قد يقول هذا الشيخ اعتمار، أنت تعرف لا تأشير ولا غير. يا أخي أنت تطلب من من؟ من الله؟ صحيح؟ تطلب من الله، لا تدعو وتقول ما استجيب إليه. لا يا أخي، تطلب من الله، الله ما هو غير. أذكر لكم الشعبي إمام رحمه الله، هذا الشعبي رحمه الله كل عام يحج، في طواف الوداع وهو يطوف طواف الوداع يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهد من بيت الطواف،
وهو يطوف طواف الوداع يقول يا رب لا تجعلوا آخر العهد بالبيت. كل طواف وداع تذكر هذا ويدعو مستجاب الدعوة في العام الثاني يحج ويدعو ويحج ويدعو حتى بلغ 80 عام. في العام 80 وهو يطوف تذكر قال فاستحييت من ربي 80 عام ما دعا قبض من عام. والله العام الماضي حصلت إشكالات عند بعض الجزائريين في التأشيرة في الحج. ليلة يوم 8 بعد العصر يوم التروية الناس في الحج اتصل عليه قال تعالى سبحان الله كتب الله لكم الحج. أخذوه بالطائرات إلى جدة بالسيارات أدخلهم على عرفة مباشرة وتركوا الحج. والله واحد يقول لي ما أتوقع أن أحج. عمر رضي الله عنه دعا الله أن يرزق الشهادة. أين؟ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها جهاد. كيف تأتي الشهادة؟ صادق مع الله، أصدق مع الله أخي لا أشكال، وأنت تصدق مع الله وإذا ما حدث لك عمره أخي يكتب الله لك الأجر. اعتماق يا رب الصلاة يبلغني وياكم يا رب. نعم صلة الأرحام أو الاتصال فيهم يعني. نعم يعني هذا يأتينا إن شاء الله تعالى الآن في العيد. نعم المهم الاعتكاف كذلك اعتكاف ما تستطيع الاعتكاف في العشر كاملة على ما سيأتي. اعتكف لو يوم واحد تستطيع والله يا أخي تعتكف في العمل أحيانا من أجل الدنيا اعتكف هنا من أجل الآخرة. طيب قيام الليل ذكرنا صلاة التراويح وايد. طيب الآن الصيام هذا نهاية الدرس والدرس القادم يكون للأسئلة إن شاء الله. عندنا الصيام صيام واجب وصيام مستحب وصيام مكروه وصيام محرم. من يعرف ما هو الصيام الواجب؟ 3 أشياء. الصيام الواجب أشياء 3. نعم الصيام الواجب أشياء 3. ما هي 3 أشياء؟ من يعرف؟ بسم الله يكون في رمضان صيام في رمضان هذا لا إشكال فيه. الثاني هو صيام قضاء رمضان يعني رمضان صيام النذر والكفارات هذه أشياء 3. هذا الصيام واجب. مثال عليه كفارة يمين فقير ليس عنده مال ما استطاع لا على العتق ولا على طعام 10 مساكين ما كسرتهم ينتقل إلى صيام 3 أيام فهذا الصيام في حقه واجب. الآن نذر أن يصوم غدا الصيام أصبح في حقه واجب. طيب هذا الصيام الواجب 3 أشياء. الصيام المستحب من يعرف؟ 10 أشياء أقل ما يكون 10. خلنا نزلين 10 10 أنواع الصيام المستحب. حاول أذكر. لا ما أنا عارف. 10 عرف. لا تعد 10 نعم تعد 10 تقريبا الراس يعني تقريبا. بسم الله بسم الله عرفات صيام يوم عرفة لغير الحاج غير عاشوراء صيام يوم عاشوراء مع 9 و11 الاثنين النوافل من كل النوافل يا أخي اتق الله لا تعلم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم. نعم لا تتكلم إبراهيم. نعم 6 شوال 6 من شوال الأيام البيض الأيام البيض أو 3 أيام كل شهر البيض من كل شهر وبدنا نخلص خمسة من يعرف عدد شعبان في شعبان كذلك يوجد صيام صيام شعبان وصيام محرم وغيره لا النذر واجب صيام يوم وفطر يوم صيام داود عليه الصلاة والسلام وصيام 10 من ذو الحجة لدخوله تحت الأعمال الصالحة هي من الأعمال الصالحة الصيام تعيد من يعد لي هذا؟
من يعيد ليالي الصيام مستحب؟ صيام يوم صيام يوم عرفة الاثنين والخميس والأيام البيض أو ثلاثة أيام من الشهر، وصيام يوم عرفة لغير الحاجة، وصيام محرم وشعبان، صيام يوم وفطر يوم، وصيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر، صيام الست من شوال وعشر من ذي الحجة. تعيد إن شاء الله. نعم. ست من شوال. ست من شوال. الاثنين والخميس. الاثنين والخميس. وصيام سيدنا داود. وصيام داود عليه الصلاة والسلام. وصيام ثلاثة أيام، صيام شعبان. شعبان ومحرم. وصيام الأيام البيض أو ذكرناها الأيام البيض. صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة لغير الحاج. لغير الحاج. وصيام عاشوراء مع التاسع والحادي عشر. أو عشر من ذي الحجة. عشر من ذي الحجة. أيوه. بارك الله فيك. طيب ما هو الصيام المكروه؟ الصيام المكروه صيام يوم الجمعة. صيام يوم الجمعة منفردا فتح الله عليه، وكذلك صيام السبت وصيام المرأة دون إذن زوجة. هذا في النافل، أما الفريضة والسنة ما تستأذن منه. نعم. عفوا ليش مكروه؟ بعد الساعة 9 آخر شعبان. والله ممكن اسمع شيء شيخنا صح هكذا تفهم بعد 9 ان شاء الله تفهم. في دواء لكن ما يباع في الصيدليه يسمى اسبرين على وزن اسبرين. اصبرين يا نفسي. هذا امر لك راح. الصيام المكروه صيام افراد يوم الجمعه ويوم السبت، وكذلك صيام المرأة دون إذن الزوج. صيام محرم، من يعرف الصيام المحرم؟ أقل ما يذكر خمسة أشياء أو ستة. يلا يوم الشك. ستة أشياء تعدها. بسم الله. من يعد؟ هاي أشياء أعرف أن نقول صيام يوم الشك. صيام يوم الشك يعني يوم 30 من شهر شعبان، كذلك أن يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين حتى 29 إلا إذا كان من عادة أن يصوم. مثال الآن في هذا العام يوم الشك عندنا يوم الثلاثاء. يا أخي اعتبر الثلاثاء المخطئ مشيني ها الثلاثاء. الثلاثاء يوم الشك عندنا في هذا السنة. من عادة الشيخ أن يصوم يوم الاثنين، فيوم الاثنين يتقدم رمضان بيومين أو يوم، فصام لأن من عادة أن يصوم يوم الاثنين. يصح؟ يصح. الأخ إبراهيم من عادة أن ما يصوم، هذا الرأي، وقال أريد أن أصوم هذا اليوم. نقول ما تصوم، مفهوم؟ طيب مرة ثانية، صيام يوم الشك يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، ثم ما أحد يتكلم الله أعلم. نعم. صيام المحرم والله لا أعرف صراحة. صيام العيدين فتح الله عليك، عيد الفطر وعيد الاضحى. شلون جبتها؟ نعم. صيام الحج وصيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي، هذا صيام محرم. نعم. وكذلك صيام الدهر. صيام الدهر ان يصوم ولا يفطر كل العام. نعم. وكذلك صيام رجب فتح الله عليك. نعم. صيام رجب، تخصيص رجب بالصيام هذا من البدع. قال الحافظ ابن رجب لم يثبت شيء في فضل رجب. شعر. نعم. طيب هذا الصيام الواجب والمستحب والمكروه والمباح. كم باقي هذا؟ ساعتين. ساعتين. وبعدين ان شاء الله. طيب من يذكر لي صلاة التراويح، حكم صلاة التراويح؟ نعم. لا يعرف يرفع اسمه. نعم يا اخي. نعم سنة. اين تصلى صلاة التراويح؟ في البيوت او في القبور او في اين؟
في المساجد جماعة أو فراد؟ جماعة. جماعة في رمضان تصلي جماعة، ما في غير رمضان لا. نعم فتح الله تصلى جماعة. ما الفائدة من صلاة التراويح جماعة؟ إيش الفائدة؟ ما الثواب؟ من قام مع إمامي حتى أنصرف كتب له قيام ليل، كأنك تقوم الليل كامل. طيب كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ من يعرف؟ 16. من 8 إلى 16. في اختلاف مسألة. إحنا الحين دعنا من الخلاف. نعم. 11. من هي 20 ركعة. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. مفهوم؟ طيب. ما أسمع شيء. لكن إن جاء إمام وعالم وقال تصح الزيارة وصلى بنا لا إشكال كما يصلي الناس اليوم في مكة والمدينة. نعم لكن حتى العلماء الذين يقولون أنه تصلى 23 و 13 ركعة وكذا يقولون الأكمل ألا نزيد على 11 ركعة. طيب أقل الوتر كم؟ من يعرف يرفع اسمه؟ أقل الوتر كم ركعة؟ واحد أخر. ثلاث ركعات. الله يفتح عليك. أقل الكمال ثلاث ركعات. أقل الوتر كم؟ ثلاث ركعات. نعم. وأقل القليل يعني هذا ما هو كمال ركعة. إذا لو سئلت ما أقل عدد في الوتر تقول ثلاث ركعات هذا أقل الكمال إذا أردت أن تأخذ القليل لكن قليل وكامل كم ركعة؟ ثلاثة. أما واحدة أقل لكن ليس بالكمال. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر ركعة واحدة وهو يقدر عليه فهو مقصور لا تقبل له شهادة. ركعة واحدة ما تقدر عليها مجرد ما تسلم من صلاة العشاء الله أكبر انتهت الركعة صح؟ أحيانا ما تأخذ منك دقيقة صح؟ طيب قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يصلي هذا تهيئة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قام يصلي وقام أحد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فافتتح بالبقرة فقلت 100 يعني 100 ركعة ويركع فمشى فقلت البقرة فافتتح بالنساء فقلت النساء فافتتح بآل عمران قال حتى هممت بأن أسوق قال ماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعو. تعرف كم جزء تقريبا؟ 17 كثير الآن يعني في الليلة أقل من جزء. نعم شوف قاعدة عند العلماء إذا جاء التعب اعرف أنك لست في عبادة. العبادة ما نأتيك تعب أبدا. ما الدليل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسب. فلما جاوز أمر بالسير إلى مكان هذا السير كان في الطاعة. عندما جاوز المكان خلاص انتهى السير كان المفروض يقف هنا صح؟ فلما جاوز قال الفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا. أين جاء التعب والنصب بعد أن جاوز المكان؟ صحيح؟ الآن يعني رمضان صلى الله عليه وسلم النهار صار الليل قام
عمل كثير، قراءة قرآن وصلاة تراويح وصيام وكذا ونوم قليل، تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير الأشهر، تتمنى أن تكون العام كله رمضان، صح؟ لماذا؟ لأنك تسخر البدن فيما خلق لك، خلقت حتى تكون عابد. نعم. فأي أحد قال الصلاة طويلة وكذا، قل لا، هذا كلام إبليس وكلام ما يمكن يكون هذا كلام أحد. مسلم يحب الصلاة، صحيح؟ نعم. طيب الاعتكاف، ما حكم الاعتكاف؟ نعم، حكم الاعتكاف مستحب خطأ، سنة خطأ، سنة مستحب شيء واحد، سنة مستحب مسنون واجب خطأ، سنة مؤكدة، فتح الله عليك، سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. ما الفائدة من الاعتكاف؟ خلو العبد مع ربه، إدراك ليلة القدر منهم، ليلة خير من ألف شهر، ليلة واحدة. بماذا يدعو في العشر الأواخر؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، فاعفو عني في بدني، في مالي، في ديني، في ولدي، في زوجي، في الدنيا، في القبر، في الآخرة. والله تتعب حياتك كاملة ما تجد مثل هذا الدعاء، جامع مالي خير الدنيا والآخرة، صح؟ هنا دعاء مختصر سهل تدعو به، تتحرى الليالي الوترين خاصة، تعتكف قدر المستطاع العشر الأواخر، ما استطعت اعتكف اللي تستطيع، ليلتين، ثلاث ليالي، خمس ليالي. نعم. طيب الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، والأولى أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر للخروج لصلاة الجمعة. يبطل الاعتكاف بماذا؟ يكون الاعتكاف باطل بماذا؟ الخروج في المسجد، الجماع، يبطل الاعتكاف بالجماع، يبطل الاعتكاف بالخروج الكثير، يخرج من بعد الفجر يتقاضى وكذا يرجع عن الظهر وقال معتكف، لكن يخرج ريحان يصح، يخرج يعني مثلا أراد أن يغير ليس لديه لباس وأراد أن يغير اللباس يرجع، لا يوجد أحد يأتي باللباس. وبعدين أخبرنا إحنا الآن الكفار يريد أن ينظر لتطبيقكم للدين، حتى السنة، نعم في سائق حافل مسلم في دولة أوروبية، ركب معاه رجل، وعندما ركب أعطاه الأجرة لكن زائد، مفهوم؟ يعني مثلا الأصل أنه يدفع 10 كرونة، 10 كرونة أعطاه 20، يعني ما نختلف، ما هو شيء يعني. السائق هذا أخذ يفكر، أرجع له هذه الزيادة، زيادة يسيرة ما هي شيء كثير، ثم أخذ يفكر يعني أنا لو أسرق شيء كثير مو 10 كرون، فالمهم يتفكر، أرجع لا أرجع، أرجع أسرق لا أسرق كذا. عندما أراد هذا أن ينزل من الحافلة قال تعال خذ المتبقي، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله، إيش هذا؟ لماذا يعني أسلمت؟ يعني ما السبب؟ قال أنا أردت أن أتحقق من أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها. هذا يقول في قلبي
الله أعلم. لو تعرف ما في قلبي متردد أسرع ونمر قليل هذا يمكن أرتب. لا تستهن إخواننا والله في بعض المسائل يسيرة هي لكنها شيء يعني هم يعني تطلع عليه. قال والله جاء واحد إلى مسجد حدثني الإمام في بصيرة قل والله جاءت المرأة جاء هذه المرأة جاء بها رجل مسلم يقول أنه مسلم لكن ميم سين لام ميم تعرف ميم سين لام ميم بالاسم جاء عند الباب وأدخل المرأة المسجد وبقى في الخارج. فقال الإمام بعد أن أسلمت هذه قال من جاء بك؟ قالت واحد يقول أنه مسلم. قال لماذا بدخل؟ قال ما يدخل المسجد هذا ما يصلي ولا أراد أن يدخل حتى معنا عشان تسلم. قال أنتظرك في الخارج. موجود صحيح؟ هذا والله إشكال أخبار. انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك. كل واحد منا لديه معاصي صلى الله عليه وسلم عليكم وعليكم وعليكم. لكن انتبه لا يؤتى الإسلام من قبلك. لا يؤتى الإسلام من قبلك يعني أنت تكون سبب في أن يرتفع الناس. لا يعني اليوم يعصي البعض الله هذا كفر أكبر اسمع يزني تقول له هذا الكافر لماذا تزني أنت مسلم؟ يقول الزنا حلال. أعوذ بالله هذا كفر أكبر أنكر ما هو معه. لو قال الزنا حرام وأنه عاصي هذا إيش كبيرة لكن ينكر ما هو معلوم أن تنظر يشرب الخمر تقول له يعني تقول له كيف تشرب الخمر وأنت مسلم؟ قل لا الخمر حلال. لو يشرب الخمر وهو حرام مرتكب كبيرة لكن ينكر تحريم الخمر أنكر ما هو معلوم أن الدين بالضرورة صحيح؟ نعم كل شيء ألصقوه بالإسلام ربا إسلام تمثيليات إسلامية رقص إسلامي رقص إسلامي كل شيء إسلامي حتى بوتك إسلامي بعض التجار قال إذا أراد أن هذه السلعة تمشي نكتب إسلامي يا حلال نعم علم ما علم اعتكاف يشتغل منقطع عن الدنيا ويشتغل بذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أيضا المعكوف في رمضان زكاة الفطر ما حكم زكاة الفطر سهاسة واجب على من؟ على المسلم القادر اصبر يا الذي يمتلك قوت يومي. طيب الآن هل تجب على المسلم الصغير أو الكبير؟ الصغير أو الكبير؟ الذكر أو الأنثى؟ الحر أو العبد؟ نعم. طيب كم مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر كم؟ 5% 5% من شغلك. لا هذا زكاة مال 2.5% تكلم زكاة الفطر. نعم صاع من طعام والصاع يساوي 4 أمداد. طيب تخرج طعام هذا الأصل أن تخرج طعام تمر زبيب قمح يصح أن تخرج من قوت البلد رز مكرونة يصح. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يصح اسمك أنت يعني نعم يقول يصح لأنه قوت البلد لكن هل تخرج مال؟ لا لكن عندنا بعض الناس يعني لديه إمام يثق في دينه وعلمه وقال هذا أن أخذ بفتوى في كل المسائل وأفتاني أن أخرج ما نقول خلاص أخرج ما لكن الأولى أن تخرج ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول فيه ولو أخرج على اتباع لهذا العالم إن شاء الله أنها مقبولة.
ما أحد يستطيع أقول هذا لأنه رجع إلى عالم أما يرجع إلى بواب المسجد أو إلى العوام لا ما يصح. متى تخرج زكاة الفطر؟ متى؟ إخوانا وقت إخراج زكاة الفطر عشر الأخير كأنكم ما عرفتم ما أحد أخرج زكاة الفطر لها ثلاث أوقات اللي يعرف الثلاث أوقات يجيبني لها ثلاثة أوقات وقت جواز وقت استحباب ووقت تحريم زكاة الفطر لها ثلاث أوقات وقت جواز يتقدم يوم العيد بيوم أو يومين يعني 29 و30 مرة هذا وقت جواز من صلاة الفجر وفجر العيد إلى صلاة العيد هذا وقت استحباب وقت تحريم بعد صلاة العيد في الآن في اليوم العاشر من رمضان في اليوم 25 من رمضان هذا وقت التحريم كله لو أخرجها في اليوم 25 من رمضان صدقة من الصدقات وعند واحدة أخرى إن شاء الله طيب إلى من تدفع الفقراء مساكين ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر تقدم معنا ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ما الحكمة كف الفقير عن السؤال نعم تغني الفقير في هذا اليوم عن سؤال عن السؤال غير تساوي بين الفقير والغني نعم هذا قال غير هذا ادخال السرور هو هذا غير العيد داخل عليهم تعويض ما نقص من الصيام الله يفتح عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظهر للصائم تطهير للصائم مما أتى من اللغو والرفث صيامك لا بد يكون فيه شيء فهذا إن الحسنات يذهبنا سيئات طيب صلاة العيد ما الذي يشرع يوم العيد انظر إلى عيد أهل الإسلام وعيد أهل الكفر مقارنة بسيطة أهل السنة صلى الله عليه وسلم يستقبلون العيد بماذا؟ بالطاعات وبالمعاصي بالطاعات بالسهر أو باستقبال اليوم بأول النهار أي إنسان مسلم أو كافر يسهر هذا حياته فاشل صح؟ معروف هذا وإنسان يحافظ على الأوقات أنا مبكر واستيقظ هذا إنسان ناجح أي نعم استقبلوا أول السنة عندهم العيد بالسهر وضياع الأوقات وضياع وبضياع نعم أما أهل السنة استقبل العيد بالصلاة بالصدقة بالتهنئة بالعيد صحيح نعم صلة أرحام غير طيب ما السنة في الخروج إلى صلاة العيد تخرج من طريق وتعود من آخر قبل أن تصلي العيد يستحب أن على تمرات وطعام وتر نعم حتى تحقق الفطر في هذا اليوم لأن صيام يوم العيد محرم وتفرق بين الفريضة والنافلة طيب تشرع التهنئة بالعيد تقبل منا ومنكم نعم بعد هذا ذكرنا صلاة التراويح وذكرنا ما يتعلق بالاعتكاف وزكاة الفطر وصلاة العيد يبقى معنا التكبير تكبير مطلق ومقيد المقيد أدبار الصلوات من ليلة العيد المغرب تبدأ بالتكبير أدبار الصلاة هذا تكبير مقيد بأدبار الصلاة وتكبير مطلق في كل الليلة إلى انتهاء يعني إلى مغرب يوم العيد الله أعلم نكتفي بهذا المقدار الساعة كم الآن؟ الحمد لله الساعة التاسعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أي شيء أخذناه في الدرس الماضي؟ مستحبات الصيام أخذنا مستحبات الصيام منها قراءة القرآن افطار الصائم
اعتكاف. اعتكاف. كثرة التسبيح. كثرة التسبيح والدعاء عند الفطر وصلاة التراويح. و الزكاة. الزكاة. الصدقة. الصدقة. زكاة الفطر هذه من الواجبات. قيام الليل. والاعتمار. الاعتمار. طيب. نعم. غير الذي أخذ. غير هذا. زكاة الفطر. زكاة الفطر. قلنا أن زكاة الفطر واجب. والأصل أن تخرج طعام. صاع من طعام وأخذنا ثلاث أوقات. وقت جواز قبل العيد بيوم يومين. استحباب فجر يوم العيد إلى صلاة العيد. وقت تحريم قبل أو بعد. نعم. تكلمنا عن الاعتكاف. تكلمنا عن الاعتكاف. كان سنة مؤكد واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أزواج الفرد وأن اعتكف في المساء مثل اعتكاف الجماع والخروج الكثير ويعتكف في العشر الأواخر إذا لم يقدر يعتكف على أخذ الليلة أو ليلتين. نعم. أي فائدة أخذناها للدرس الماضي؟ نعم. صلاة التراويح. وقلنا أصل أننا نجتمع ونترك القيل والقال وأن نحرص أن تكون يعني هذه الأوقات عاملة بذكر الله. والشيطان يريد أن يفسد علينا الأعمال بالكلام وغيره. أخذنا أكثر ما يكون وأقل ما يكون كيفية الصلاة وما يتعلق بالصلاة. ماذا أخذ؟ الأذكار. الأذكار. الدعاء. نعم. سيوم الغد. الآن جلس مع المركز. نعم. فوق. نعم. سيوم الغد. تكلمنا عن أنواع الصيام. أنواع الصيام. صيام واجب مستحب ومكروه ومحرم. الصيام الواجب. صيام رمضان. رمضان. صيام النذر. والنذر والكفارة. نعم. إبطال الصيام. نعم. إبطال الصيام. طيب ما هي؟ الرد. الرد يعني مطلق كل الأعمال. والأكل والشرب. الأكل والشرب عنده. الجماع. الحجام. إخوان بيجيك السؤال. الحجام. والحجام. والجماع. والجماع والاستمناء والقيع عنده. وقطع النية. وقطع النية ونزول دم الحيض والنفاس. نعم. ال- 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 الصيام المستحب الاثنين والخميس الايام البيض وثلاث ايام كل شهر صيام ست من شوال وعاشوراء مع التاسع والحادي عشر وعرفه لغير الحاج وصيام داود عليه الصلاة والسلام وصيام محرم وشعبان وعشر من ذي الحجة. نعم. أنت الشيخ. أي نعم. عندما يتكلم هؤلاء تتكلم. يأتيك السؤال. الصيام مكروه. صيام ما قبل يومين من يوم العيد. لا. هذا مكروه أو محرم؟ أعطينا المكروه. المحرم. صيام يوم العيد. يومين قبل العيد. وصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد هدي. ويتقدم يصوم يوم الشك أو يوم أو يومين إلا من كانت هذه من عادته. طيب وصيام كذلك رجب وصيام الدهر. نعم. صيام مكروه. بماذا يدعو في العشر الأواخر؟ ما عادته. مكتوب عندي على الموبايل. كتبها. ماذا يدعو في العشر الأواخر؟ السنة الأولى أن يدعو بدعة النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنك. تعيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. وقلنا فاعفو عني في بدني في مالي في زوجي في الدنيا في الآخرة تشمل خير الدنيا والآخرة. صيام مكروه. صيام مكروه. السبت. السبت. وإفراد الجمعة.
والمرأة بدون إذن الزوج، لكن هذا في النافلة. إبراهيم أي فائدة؟ نعم صلاة العيد. صلاة العيد نعم. ماذا يسمع يوم العيد؟ قلنا في عيد الفطر يفطر على تمرات وعلى وتر، ويخرج من طريق ويرجع من آخر، يهنئ بالعيد. نعم. من التكبيرات، التكبير المطلق والتكبير المقيد، دفع زكاة الفطر. زكاة الفطر هي مكروه ومحرم ومستحب وجائز. نعم نعم. صوم رجب مع عدم إفراد صوم رجب يعني. نعم، تخصيص رجب بشيء من العبادات هذا محرم. نعم صيام مكروه. نعم صيام مكروه وهو يوم الجمعة إفراد يوم الجمعة. مفسدات الصيام، مفسدات الصيام. الاعتكاف، الاعتكاف شروط الاعتكاف. نعم، يعتكف في مسجد، يعتكف في مسجد يكون يصلى فيه الجماعة، الجماعة والأولى الأولى صلاة الجماعة حتى لا يخرج، حتى لا يخرج. نعم، انقطع عن ذكر الله، ولا يخرج لزيارة مريض ولا لاتباع جنائز، يبقى في المسجد، انقطع عن الدنيا. الغرض من الاعتكاف هو إدراك ليلة القدر، ولهذا يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر وبخاصة في الأوتار ليلة الوتر. الكبير يبدأ عيد الفطر من يوم من ليلة العيد المغرب إلى مغرب يوم العيد. طيب، ننظر في إشكال في الدرس. إشكال اترك الأسئلة، إشكال شيء غير مفهوم في الدرس. كل شيء مفهوم. نعم، بس الدعاء للعشر الأواخر مال الاعتكاف، اللهم انك عفو كريم ولا بس عفو؟ اللهم انك عفو تحب العفو، عفو ما في كريم. اذا تعب ادعي اخرى، مدعى ادعي النبي صلى الله عليه وسلم يصح ولا اشكال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عائشه رضي الله عنها لهذا الدعاء. في عندك شيء اخر؟ نعم يا اخي. لا اسالني انا، قلت له اسئله بعدين يعني. نعم تفضل. على الدعاء اللي قال الاخ انه نعم عفو كريم لانك عفو تحب العفو عفو عنا. نعم فاعف عنا. من نضيف بعد في بدني في عافيتي في لا 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 بس هي خلاص. نعم فقط، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا. نعم اذا سحب الدم في رمضان جائز او مجاز؟ سحب الدم اخذ عينه هذا لا يفتح في نهار. يعني اقدر مثلا خمس عينه، المهم عينه عين يعني مثلا ياخذ من اجل التحريم. ايوه خمس قطع. اما ياخذ تبرع بالدم، التبرع بالدم هذا يضعف البدن ويحتاج الى اكل وشرب. ف اسمع شيخ ارتاح، التبرع بالدم خلاص افطر، واذا تاخذ منه دم تحليل دم ان شاء الله ما افطر. واذا ماده تدخل بالدم أدخل له دم، عنده فقر دم صائم وأعطوه دم أفطر طبعا، لأنه هذا أقوى حياة من المغذية. أقوى المادة تدخل تلوين الشرايين على ما يتباعونه تلوين الشرايين ما أفطر. نعم ماشي. نعم زكاة الفطر، زكاة الفطر أحيانا أنا أرسل يعني زكاة الفطر فقراء سمان. طيب يقول هل يصح نقل الزكاة من البلد الذي أنا فيه إلى بلد فيه أهلي أو كذا؟ يصح جائز خلاص واحد معي، هذا الفعل جائز، لكن الأولى أن تتولى إخراج الزكاة بنفسك، فإذا أخرجت بنفسك هذا أحسن، وإذا أرسلت إلى بلد يعني فيه أهلك أو بلد قريب منك وتعلم أن هناك فقراء أحوج وأقرباء لك قد تأخذ الأجر مرتين، أجر على إخراج الزكاة وأجر على صلة الفقراء هؤلاء من أقربائك. مفهوم؟
نعم. يعني قلت في شو اسمه انه الواحد اللي يطلع زكاة يعني. نعم. قبل العيد بفترة بسيطة. يوم أو يومين وقت جواز. ومن صلاة الفجر والعيد إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت. طيب مثلا واحد إذا يرسلها لبلاد أخرى. إذا يرسلها لبلاد أخرى. عايز يرسلها بدري شوي على أساس تصبح. أعرف. طيب خلاص ما تصبح. إذا يرسل هذه الزكاة إلى من يخرجها هناك يرسل له حتى من الآن، لكن ينبه هذا الوكيل أنه ما يخرج الزكاة إلا في الوقت. انتهينا هذه مسألة. المسألة الثانية مثال الآن جمعية المسجد تجمع زكاة الفطر، فهي الآن تقوم مقام، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تقوم مقام الفقير، فهي كالوكيل عن هذا الفقير، تعطيهم إياهم يخرجوها على الوقت، هم مؤتمنين عنها، لكن لا تعطي أي جمعية، جمعية تثق منها، مفهوم؟ إذا أردت أن تعطي جمعية تتأكد أن الجمعية تخرج الزكاة في وقتها، وإذا أردت أن ترسل الإنسان تنبه هذا الوكيل في أن يخرج الزكاة في وقتها، لا قبل الوقت، ولهذا درسنا الآن الوقت، لأنك لو أخرجت الزكاة قبل الوقت، كما لو صليت قبل الوقت، لا تقبل، لابد من إعادة زكاة أخرى مكانها. لا نفس الموضوع. يأتيك الآن السؤال، يأتيك يا أخي أحفظ سؤالك. نعم. عيادة الطبيب الأسنان. عيادة الطبيب الأسنان. حقنة البنج وحفر الضرس وخلع الضرس هذا كله لا يفطر، لأنه لا طعام ولا شراب ولا غيره، لكن يعني تعب وألم شديد هل له أن يفطر؟ نعم. مريض مفهوم؟ فأحيانا أنه يصنع هذه الأمور ولا يتعب، وأحيانا يصنع هذه الأمور ويتعب له أن يفطر في رمضان، مفهوم؟ الله عافينا وإياكم. أن وجع الضرس مشكلة. قال رجل لآخر لا وجع إلا وجع العين. في القديم لم يكن هناك يعني تطور في الطب، فكان وجع العين وجع خطير يعتبر. قال هذا الثاني قال لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين. نعم هم بالليل وذنب بالنهار. فقال له الثاني لا والله لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم العرس. من الذي قال؟ ما أحد يتكلم. الأول والثاني. نعم. السلام عليكم. الله يمسك بالخير. مرض السكر في درجة واحد في درجة اثنين. درجة واحد بياخد الإبر، درجة اثنين بياخد الحبوب. نعم. ليش بيجوز على مريض السكر اللي كان مريض السكر يرجع للطبيب، قرر عليه الطبيب أن يأخذ إبرة أنسولين من دون أن يتناول طعام، وقال لا إشكال إذا أخذت إبرة أنسولين تكون معافى بإذن الله ولا تحتاج إلى طعام وتستطيع الصيام، يصوم. قال له الطبيب تأخذ إبرة أنسولين لكن لا بد أن تأكل حتى يتعادل السكر، وقال ما تستطيع لها، لو صام فهو آثم، مفهوم؟ فالرجوع في هذا إلى الطبيب. طبيب مسلم لو أي طبيب؟ طبيب تفضل تأتيك السؤال كمل. ما قلنا حكينا في درجة واحد بياخدوا أنسولين وفي درجة اثنين بياخدوا حبوب. والله أنا ما أعرف. قلنا نرجع للطبيب مسلم أو كافر يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه الطبيب الآن الكافر يقول الشيخ بن عثيمين يعني في الغالب أنه مؤتمع على مهنته ويخاف على المهنة على السمعة، مو من أجل أنت مسلم وكافر. فالمريض مرض السكر نرجع إلى الطبيب، يقال يصوم يصوم يفطر يفطر ولا بد، إذا قبض عليه فقط الإبرة لا يفطر بالإبرة. طيب ولو أخذ؟ طب في حال إنه ما صمش إيش بيجوز على المسلم يسوي؟ إذا ما يصوم ما صمش. طيب إيش لازم يسوي؟ هذا السؤال الأخير. لا كيتا واحد صديق. إذا لم يصوم لمرض السكر وهذا المرض لا يرجبه، وأخبر الطبيب إنه أنه لابد دائما يتناول الدواء، فهذا ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكين، إما أن يطعم في كل يوم من أيام رمضان أو يؤخر إلى نهاية الشهر ويطعم
30 أو 29 مسكين بحسب الشهر. مفهوم؟ أوكي. الحمد لله. سؤال آخر سؤال. نعم. جيد آخر سؤال. نعم. كلمة عنه. ليش مكروه يوم الجمعة والسبت الصيام؟ لماذا يكره صيام إفراد يوم الجمعة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفرد يوم الجمعة. وقال في السبت لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليه. لكن بعض الناس لديه إجازة في يوم الجمعة. إجازة في يوم الجمعة. ويقول أنا ما أستطيع الصيام إلا في هذا اليوم. أنا أصوم لا من أجل الجمعة لكن من أجل الإجازة. هذا الأخ في ليلة الجمعة لم يأتي هنا وقام يصلي. هل تقصد إحياء ليلة الجمعة؟ لا. يصح؟ يصح. جاء يوم عرفة في يوم سبت. هل الصيام هنا يوم السبت من أجل يوم سبت أنه يوم سبت أو من أجل عرفة؟ من أجل عرفة يصوم. نعم. أنا بنسأل السؤال. أنا مريض سكر. أسأل الله يعافيك يا رب وعافي كل مسلم. باخذ دواء. نعم. صار لي تقريبا 6 سنين. طيب. باخذ حبوب. نعم. كل فترة برمضان يقولوا لي لازم قبل رمضان يقولوا لي لازم تاكل على وقعات معينة. نعم. تاخذ حبوب بانتظام. طيب. فأنا صار لي كم من سنة ما برضى آخذ رمضان، باخذه قبل الفطور وبعد على السحور. نعم. فهنا بين السحور والفطور صفت عندنا كم من سنة أكثر شيء 5 ساعات. إيه. فهنا اختلف عندي النظام. أنا لازم آخذ حبة يعني أقل شيء من 8 إلى 10 ساعات بين. نعم. فوصلي كل سنة بصوم. الآن 20 ساعة. ها؟ وبعيد ترى كل سنة وبختلف عندي الرجلاج تبع المستوى. وبرد كمان مرة لكن برمضان بعد رمضان بتخرب عندي كل. إذا شوف يا أخي سواء مريض سكر أو مريض ضغط دم أو أنيميا أو أي مرض ترجع للأطباء قالوا أنك يعني هذا الأمر يؤدي إلى ضرر لا تصوم. استطعت مثلا اسمعني الآن يعني مثلا رمضان في هذه السنة في الصيف 20 ساعة ما تستطيع الصيام والأطباء قرروا أنك ما تستطيع الصيام الآن من 20 ساعة لكن تستطيع أنك تؤخر إلى الشتاء. شتاء 4 ساعات 5 ساعات أحيانا صحيح؟ وتقول أنا أستطيع لكن هنا الآن الصيام يضربي ولكن أستطيع أن أصوم تؤجل وهذه غنيمة باردة لك. هذا الجواب أخذته السنة اللي فاتت من الشيخ كمان اتصلت بالسعودية وأخذت الجواب نفسه من الشيخ قال الحمد لله تصوم بالأيام القصيرة. إيه الحمد لله. بس طالما تستطيع القضاء تقضي ما تستطيع القضاء تطعم. فهمت؟ يعني يا إما بقضي يا إما بطعم. لا إذا تستطيع على القضاء في حتى لو في الشتاء تقضي وإذا ما تستطيع القضاء أبدا يعني لابد أنه دائما تتناول يعني شيء من لا 4 ساعات 5 ساعات الدكتور مقدور على ما بين الحب والحب. إذا أجل أجل للشتاء. بس هون في نقطة. نعم. إنه هل لازم أصومهم مع بعض 30 يوم ولا متقطعة؟ الأولى أنك تصوم يعني متواصل وتخضي. لكن إن قطعت لا أشكال. لماذا قلنا إنه لابد أن تتابع فيها؟ هذا أسهل عليك ولأنه هذا ذمتك الآن مرتبطة بماذا؟ الصيام. مفهوم يعني مثلا صمت 10 أيام ثم تقول يعني حصل لي تعب وكذا ارتاح يوم او يومين ثم اصوم لا اشكال. المهم ذمتك مشتغله بها. نعم. مثلا مريض مع مرض مزمن وتوفى. نعم. واهل المتوفي اهل المتوفى احسن. اهل المتوفى ما استطاعوا يعني مثلا ما حددوا كم عدد ال كم رمضان انه ما كان يصوم يحددوا ينظروا غلبة الظن ويخرجوا عليه يحتاروا ويخرجوا غلبة الظن مثلا بيحسبوا نقول مثلا 3 سنوات 4 مثلا يعني يقولوا نحن عندنا المتيقنين من 3 سنوات نقول خلاص الله حسيبكم تخرجوا 3 سنوات مفهوم وهذا سهل حسابه اليوم الحمد لله. نعم ابراهيم شيخنا لو بس توضح لنا موضوع التكبيرات بالنسبة للتكبيرات المقيدة. المقيد يعني بعد الصلوات المفروض يعني يبدأ من مغرب
ليلة العيد يبدأ يكبر بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وفجر يوم العيد وظهر يوم العيد وعصر يوم العيد. هذا تكبير مقيد، يعني أتباع الصلوات مقيدين بالصلاة. تكبير مطلق يكبر في كل وقت من المغرب إلى المغرب، مفهوم؟ نعم. بالنسبة لصلاة التراويح، يعني حديث عائشة هو 11 ركعة رضي الله عنها، رضي الله عنها. كيف يعني كيف اجتهد يعني بقية العلماء يعني وجعلوها أكثر من 11 ركعة، يعني ما هو يعني اجتهادهم في يعني؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجمعوا بين هذا الحديث وهذا الحديث وقالوا أصح الزيادة ولا إشكال بهذا. نعم. الآن واحد أفطر متعمد في رمضان، أفطر متعمد في رمضان، هل في بيصوم بيقضوا يوم واحد؟ يقضي يوم واحد ويستغفر. يعني في صيام شهرين متتاليين؟ لا، صيام شهرين هذا الذي جامع في رمضان، الذي جامع في رمضان نأمره أولا باعتكاف، فإذا لم يستطع ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لم يستطع ينتقل إلى طعام 60 مسكين. إذا الدكتور فرض لك دواء إنه تأخذ الصبح، نعم، وأنت بالأيام العادية هذا الدواء بتأخذ بين يوم ويوم متقطعة، ايه؟ يعني مزاجك مثل ما يقولون أو بحالتك اللي تشوفها أنت تحتاج لهذا الدواء أو لا، بس هو الدكتور فرض لك يوم، نعم، بس أنت تيجي أيام تقول ما محتاج اليوم، نعم. فهل برمضان إنه شو راح يصير؟ إنه هل إنه بيوم اللي تحتاجه راح تفطر وبيوم اللي ما تحتاجه ما تصوم؟ نعم، إلا إذا كان هذا يضر بك، لأنه قد تجتهد على خلاف ما يذكر الطبيب ويضر بالبدن مثل ما ذكر الشيخ. يعني هو الآن أحياناً يقول أجتهد وأصوم، ثم بعد رمضان أتعب مدة شهرين حتى أرجع لما كنت عليه قبل رمضان. نقول لا، معنى هذا أنه يضر بك، فماذا تصنع؟ تفطر لأنك معذور لا. ثم بعد هذا متى ما يعني قلت ساعات النهار واستطعت أن تصوم فلك أن تصوم. الآن بعض الناس لديه يعني حبوب عند اللزوم طوارئ، فعندما يتعب يأخذ هذا الحب فهو مفطر الآن يقضي هذا، وعندما لا يتعب التعب يصوم. زي بخاف مثلا نعم يعطيك السؤال. نعم، السؤال بالنسبة للأطفال اي نعم. طيب في حال انه اذا صاموا ساعات معينه خمسه نعم. سته وافطر اي تعودوا على هذا، ما يضرب، احنا قلنا هذا، تعود الصغير على صيام ثلاث اربع ساعات في اول الامر ثم بعد هذا تشجعه حتى يقدر على الصيام، واذا تعب تامره بان ياكل يضر الصيام، معنى هذا انه يضر الصيام، فانت تعودوا على الصيام قدر المستطاع كما تعودوا على الصلاه وعلى الطاعات واجتناب المحرمات. نعم. صيام المسافر اذا كان اكثر من 19 ساعه وخلال ساعات في ترانزيت وكان صائم، احنا قلنا ولا يدري اي ساعه سوف يفطر. اسمع يا اخي، نعم، ها انت تسال هل يصوم او لا يصوم؟ نعم. او تسال انه يسافر احيانا بالطائره ويرى الشمس ويمشي هل لا؟ يعني مثال الان خرج مثلا من مثلا من جاكرتا من اندونيسيا الى السعوديه تسع ساعات بالطائره، مفهوم يا شيخ؟ يمشي ويرى الشمس، لم تغرب الشمس الان. شوف يا اخي، طالما يرى الشمس ما يستطيع ان يفطر الى ان تغرب، هذا اذا اراد الصيام، واذا اراد الفطر له ذلك. نقول اما ان تصبر الى ان تنزل الطائره وتغرب، أو لك أن تفطر في رمضان ثم بعد هذا تخدم الحمد لله في سعة. ممكن تعويضه ذاك اليوم؟ لابد تعويضه طبعا، أو أفطر لابد من قضاء. نعم أخي، بالنسبة لذهاب العقل هل هي من المفطرات؟ ذهاب العقل يعني مثال يقول الآن صام بعد الفجر ثم بعد الظهر أغمي عليه، أغمي علي، أصبح الآن مثله مثل المجنون، صحيح؟ رفع القلم عن ثلاث، هذا مرفوع عنه القلم. طيب نعم، يعني وقت زكاة، لكن لأن هذا
بغير اختيار. هذا بغير اختيار ولا باختياري أرمي علي؟ بغير اختيار. نام هذا الأخ صلى الفجر ثم نام إلى العشاء صيام صحيح؟ مفهوم آخر ترك للصلاة إذا كان بغير تفريط هذا إشكال، يعني مريض مثلا ونام فصيامه صحيح، لكن هذا الذي يغمى عليه هذا بغير اختيار مفهوم؟ نعم. وقت زكاة الفطر ذكرت أنها إذا كانت قبل 25 حرام، قبل اسمع عندنا يوم 29 ويوم 30 هذا وقت جواز، 27 25 لو أخرجها هي صدقة من الصدقات ولا بد عيد أخرى مفهوم؟ هذا على قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، هناك بعض العلماء يخالف في هذا مفهوم؟ نعم. نعم. آخر سؤال بالنسبة للسفر، هل هناك مسافة معينة للسفر أو كل هل هناك مسافة معينة للسفر؟ هل هناك حد للمرض؟ ذكرنا في الدرس الماضي في مرض يرجع فيه للعرف جرح في إصبع لا ما تفطر الآن. أقرب منطقة هنا عندكم أصبر أنت وأنت أسكر تلبوري أنت فين تسكن؟ فكهو. فكهو؟ طب أقرب منطقة عندكم هنا؟ كم كيلو؟ 20. 20 كيلو؟ لا 20. 16. يا أخي 30 كيلو. كل شيء تخالفه فيه يا أخي في خرج الشيخ أبو إبراهيم من هذا المكان. فكهو. بكم هذا مهم إلى الفستة وقال للأخ أستودعك الله الذي لا تضيع ودعك أنا مسافر إلى كذا هذا ماذا يصنع؟ يضحك يقول هذا سفر هذا ما هو سفر لكن خرج من هنا إلى استوكهولم فهو مسافر إذن السفر يرجع فيه إلى العرف ما عده الناس سفر فهو سفر مفهوم؟ أنت تقيم الشيخ ولا يحدد بالكيلومتر لا 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 بس تقيم ما أسمع السؤال الأخير ذكر أحد الإخوة لماذا تصوم المرأة بإذن زوجها لماذا يفرض النفل في النافلة نعم لماذا يجب عليها بإذن زوجها الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء هذا أمر عطاه لأنه قد يريد منها شيء تجيش غير نعم تجيش غير صيام المرضع خوفاً على البطن أو صيام الحامل خافت على نفسها وعلى الجنين عليها الحجاب إخراج فم من الجسم خرج جرح وخرج منه دم لا يفطر خرج منه دم للتحليل لا يفطر تبرع بالدم أفطر حجامة أفطر ليش لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب المحجوب لأن الحجامة والتبرع أنها تضعف البدن نعم بالنسبة لزكاة الفطر بدنا نأخذ بقول الشيخ ابن عثيمين في 25 بالشهر أرسلت مبلغ المال لأخ لي في دولة معينة وقلت له في يوم 29 تشتري وتعطي نعم في يوم 29 تشتري وتعطي نعم أنا أرسلت له 25 و26 و27 ما في إشكال وقلت له أنت أعطيها في الوقت المستحب أو الجائز نعم ما في إشكال طبعا قلنا هذا الأخ الآن أرسل من اليوم أرسل الأخ إلى الصومال إلى أهلي في الصومال من اليوم إلى أخي أخي هنا وقال هذا المال يبقى أمانة عندك تشتري الرز الآن لا إشكال وتبقي عندك وليلة العيد تخرج الحمد لله لا إشكال نعم طيب فذهب عقله قبل ثلاث سنوات إنسان ذهب عقله قبل ثلاث سنوات مخرف مجنون
زهايمة، عد ما شئت، المهم أنه ليس ليس باختيار، ذهب عقله ليس باختيار، أو يذهب عنه العقل ساعتين ثم يرجع ساعتين، فهذا حكم حكم المجنون، لأن الصيام لا يتجزأ، إما أن يصوم النهار كامل أو لا يصوم أصلا. لو قال هذا الأخ أنا أستطيع أن أصوم 3 ساعات في النهار فقط والنهار الآن 4 ساعات مثلا، نقول ما يتجزأ إذا ليس عليك صيام. قال أستطيع أن أصوم 10 ساعات وما أستطيع أن أصوم 20 ساعة، نقول الآن تفطر وبعد هذا تفطر، مفهوم؟ نعم مفهوم. النقطة الأساسية هي عندما يسقط عنه الصيام ليس هناك الأهل الأولاد لا شيء لا عليه كفارة ما عليه شيء، لأننا ذكرنا الآن مسلم عام وهذا مجنون ليس على شيء لا كفارة ولا شيء. نعم لو خزول الدماء من المخار بكثرة نزف دم رعاف ودم كثير وتعب يفطر، لكن نزل دم قليل ووضع المنديل أو صب على السماء وكذا الحمد لله. نعم في مجال تعمل فقه الحج شهر 10. نعم فقه الحج ما عندي إشكال إن شاء الله في المدينة تأتون المدينة قبل الحج أجعين لديكم أسأل الله يبلغني وياكم وتأتون إن شاء الله بحج سوية يا رب يا رب. نعم اصبر يا اخوانا والله هذا لهم حق معنا اخوان الصوماليين. نعم يا اخي في سؤال؟ لا. نعم انا بدي اسال. اصبر علينا تاشرت علي الشيخ صدق بقى الشيخ. نعم اسال الشيخ احمد. نعم يا شيخ الله يعطيك تقريبا 5 اسئله الله يعطيك العافيه. نعم بالنسبه للسؤال الاول انت خبرتنا انه المراه لا تصوم في النافله إلا بإذن الزوج، إذا كان صيامه هو قضاء لما قضاء هذا ليس بنافل هذا واجب تقضي ولا تكلم الزوج. طيب سؤال بالنسبة للمسافر. نعم لمن سافر اسمع اسمع في تنبيه يعني شيء بسيط. الآن بعض الأزواج هذا أنا الله إياه يريد يتحكم بها قال ما تصوم النافلة ما تصلي الفريضة لماذا؟ قال شيء أنا الزوج فإذا كان صيام الزوجة يضر بالزوج هنا تطيع وإلا فلا طاعة. الشيخ أبو إبراهيم قال لي إبراهيم اليوم ما تحضر الدرس. قال لي ماذا؟ قال لي أحتاجك في عمل يطيع يطيع. وإذا قال له اسمع ما تحضر الدرس ليش؟ قال هكذا كيف أخو مرائي؟ نعم لا الصلاة ما يطيع لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم مسافر فطر المسافر أثناء السفر يعرف. نعم لكن إذا سافر لبلد مثلا 3 أيام أو 4 أيام ويرجع هاي 3 أو 4 أيام يلتزم بها بالصيام أن يفطر؟ قلنا الأولى له أن يصوم ما لم يشق عليه وإذا أراد أن يفطر له أن يفطر ويأخذ. بالنسبة لإخراج زكاة الفطر من الواجب أنه ممكن لأنه سمعت صح من الذي ينفق ويخرج زكاة الفطر؟ الآن الزوج يخرج عن نفسه الأصل في الزوجة يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن تخرج عن نفسها لكن حسن العشرة فالشيخ أبو إبراهيم يقول لأم إبراهيم يقول أنا أخرج الزكاة عنك ولا أشكل مفهوم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر أن المرأة هي التي يجب عليها إخراج الزكاة لكن من حسن العشرة وكذا تقول اسمع أنا أخرج الزكاة عنك ولا أشكل. نعم أنا سؤالي أنه سمعت أنه لا تجوز إخراجها للأرحام الآن ذكرنا للشيخ أنه أراد أن يخرج الزكاة في الصومال لماذا؟ قال لدي أقارب فقراء مساكين الصدقة عليهم صدقة وصلة
صدقه وصله. نقول اولى تترك القريب وتذهب الى البعيد ما ممكن. طيب بالنسبه لاطعام مسكين فين تخلي الاسئله؟ نعم اطعام مسكين. نعم اطعام مسكين هل اذا كان كم قيمتها كانت ماديه ممكن ان قلنا ما تخرج مال تخرج طعام. في بعض البلدان عندنا في الامارات الاكشاك بتاعت الهلال الاحمر الاماراتي ما شاء الله عليه في المكان تدفعها فلوس وممكن تسوي. هل قدرها مثلا على قيمتها هناك تصبح على قارب ساكن في الامارات كم القيمه عندكم وادفعها بعدين مال لاحد الاشخاص؟ لكن هم يخرجوها طعام او مال؟ هاي ما هم بعد قمه الهلال الاحمر. لا ابحث عن اناس يخرجوها كما كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وابرئ ذمتك يا اخي. هل شقت امر ان اخرجها طعام؟ لا ان شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله من يتق الله يجعل له مخرجا. طيب بالنسبه لمريض السكر احد اقاربي يسال قال انا ادفع كفاره واصوم في ايام ممكن اصوم فيها. لا ما ليس عليه الا القضاء، هذا الذي يستطيع القضاء يقضي فقط. مين اوجب بالنسبه لسؤال الرعاف بعض الاحيان الرعاف يدخل داخل الجرح. اذا لم يتقصد ودخل شيء هذا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطاء. على تعقيبك شنو هي الفطره؟ يعني اذا من هسه واحد ما صام وليد يخرج فطره او افطار للمسلمين ايش قد قيمتها؟ شلون تقاس؟ قلنا ما تقاس بالمال. ما تقاس بالمال بس صاع من طعام على, على على يعني على قدر او على امكانيه صاحب هذا المال او على امكانيه الشخص؟ لا صاع من طعام. طب ايش اذا كان من رز؟ من رز قد يقدره العلماء حفظهم الله اربع زي تقريبا باثنين كيلو ونصف وبعضهم يقول الى يعني ثلاثه كيلو وتنوي الزياده انها صدقه. طيب. هذا في الرز لكن يختلف لان الصاع يختلف عندما تضع فيه الرز وتضع فيه الزبيب وتضع فيه التمر مفهوم؟ يعني يختلف. فهمت يا شيخ؟ ما عندك هذه الفكره ذيك ليش الصاع على اللي ما يقدر يصوم يطيب؟ انت تحكي عن الذي لا يستطيع على الصيام الاولى صحيحه بس الذي لا يستطيع على الصيام يجمع 30 مسكين في اخر يوم او يطعم 30 مسكين. اي طيب شلون راح يطعم 30 مسكين حسب امكانيته ولا يصنع لهم وليمه طعام ويطعمهم؟ نعم نعم قلنا صلاه التراويح على حتى في الحضر هي مستحبه ايوه لكن صلاه التراويح صلاه الجمعه لا تجب عليه الجمعه لكن ان صلى صلاه صحيح ولا وصلاه التراويح النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يوتر ولم يترك الوتر ولا ركعتين الفجر فان صلى لا اشكال وان لم يصلي كذلك لا اشكال عليه. انت الحمد لله كم بقى على ذا؟ 20 دقيقة بعد المغرب إن شاء الله نتوضأ خير الصلاة إن شاء الله تعالى وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نقوم بالله أعلم وصلى الله على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا في الدروس الماضية ما يتعلق بالسياق نعتبر أن الآن يعني في هذا الوقت كالمراجعة لما تقدم. أولا هذه الدورة في ماذا؟ من يعلم؟ في فقه الصيام. لماذا اخترنا ان تكون هذه الدوره في فقه الصيام لم تكن مثلا في فقه الحج؟ لماذا؟ ما السبب؟ من يعرف؟ نعم. لاننا لا يمكن ان ياتي باي عباده من العبادات الا وناتي بدليل عليه. أراد أن يصلي أي إنسان نقول حرام أن تصلي حتى تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ولا كان في شباب النصارى
إذا عندما نقبل على شهر رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى بلغ المياه لا ودل تعالى فخصيرا. طيب ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ ما الحكمة من مشروعية الصيام؟ التقوى. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تعليم النفس على الصبر. تقدم أنت تقدم لا تكلم. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تجعلون بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. نعم. وأيضا من الحكم نعم الخير في الدنيا والآخرة، وأن تصوم خير. ما الحكمة من مشروعية صيام شهر رمضان؟ تعليم النفس على الصبر. تعليم تعويد النفس على الصبر، تصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعن أقدار الله. أن تعلم أن هناك فقراء تمر عليهم الساعات ولا يجد شيء، ولهذا تشرع الصدقة على الفقراء في رمضان وتجب زكاة الفطر حتى نغنيهم في يوم العيد على السؤال. استشعار بالعبودية. استشعار بالعبودية، وأنك عبد تمتثل وتقول سمعا وطاعة. الصحة راحة. نعم، تشعر بقيمة النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، إن الله عفاك وأعطاك المال وتأكل وتشرب فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. طيب، ما حكم ثمران؟ خليك معنا يا شيخ، تعال قرب على شيخ، تقدم. ما حكم صيام شهر رمضان؟ تعرف؟ أنا لا أعرف عربي. لا أعرف عربي. سبحان الله، كيف سمع كلامي وقال لا أعرف عربي؟ إذن يعرف. سمع كلامي وقال لا أعرف عربي. ممكن كلمة كلمة يعرف. ما حكم صيام شهر رمضان؟ واجب. واجب. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. الدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب. تترجم أنت؟ لا فرض الله. طيب. جزاك الله. في رضا عن تمام. لا مش يعني مش. ما هو الصيام؟ ما هو الصيام؟ نعم، هو التعبد لله للإنسان. التعبد لله. إذا لابد أن تنوي الصيام بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعم، تمسك ولا تأتي بشيء يكون من المفطرات ويكون صيامك باطل. نعم، على من يجب الصيام؟ على من يجب الصيام؟ على العاقل. المسلم خرج بهذا الكافر، العاقل خرج بهذا المجنون، البالغ خرج بهذا الصغير، الصحيح خرج بهذا المريض مرض يمنع من الصيام، المقيم خرج بهذا المسافر مع أن الأولى بالمسافر الصيام إلا إذا كان يشق عليه، والخروج من الحيض والنفاس. مفسدات الصوم تعرف؟ ما هي مفسدات الصيام؟ الردة محبط كل الأعمال، الأكل والشرب وما جرى مجرى الطعام والشراب، أو كان يقوم مقام الطعام والشراب كالإبر المغذية. الحجامة.
الحجامة، الجماع والاستبناء والقيء عمدا. وعليهم قطع الصيام. طيب مستحبات الصوم، ما هي مستحبات الصوم؟ عليكم السلام. الله يحفظكم. السلام. من يعرف مستحبات الصيام اخوانا؟ ها الشيخ، يستحب للصائم ماذا يصنع في رمضان؟ ماذا تصنع في رمضان يا شيخ؟ قراءة القرآن، قراءة القرآن وصلاة التراويح والصدقة والاعتكاف والاعتمام. وعدم قول الزور والصدقة والامتناع عن كل ما حرم الله، بخاصة قول الزور والعمل به. والدعاء يشرع للصائم أن يدعو عند فطره وتعجيل الفطر وتأخير السحور، وأن يتسحر السنة على تمر، وأن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فعلى ما وجد من طعام، فإن لم يجد ذا افطر. طيب أنواع الصيام قلنا أربع، من يعرف أنواع أقسام الصيام؟ صيام واجب، صيام واجب ومكروه ومستحب ومحرم. الصيام الواجب ما هو؟ صيام رمضان، صيام رمضان والنذر والكفارة. الصيام المستحب بني على الدليل. نعم، صيام الاثنين والخميس والأيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام ست من شوال، وصيام عاشوراء والتاسع والحادي عشر، وصيام عشر من ذي الحجة ومحرم وشعبان، وصيام يوم وفطر يوم. طيب هذا الصيام المستحب. الصيام المكروه يكره المرء أن تصوم دون إذن الزوج إلا إذا نوى الإضرار بها، وصيام السبت وصيام الجمعة المنفرد. الصيام المحرم صيام الدهر وصيام يوم الشك، أو يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، وصيام يوم العيدين، وصيام يوم العرفة للحاج، وصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي محرم، الذي لم يجد الهدي يصح له الصيام، وصيام رجب تخصيص رجب بالصيام محرم. طيب أخذنا أيضا ما يتعلق بزكاة الفطر. سميت بزكاة الفطر لأن سبب هذه الزكاة نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، إتمام شهر رمضان. حتى وإن كان لم يصوم، كل من غابت عليه الشمس يوم العيد تجب عليه الزكاة. أسلم قبل المغرب بدقيقة، غابت عليه الشمس تجب في حقه زكاة مع أنه لم يصوم. المريض كذلك، الصغير الكبير، الذكر الأنثى، الحر العبد، هل تجب الزكاة أي زكاة الفطر على الجنين الذي في بطن أمه؟ لا تجب، لكن مستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين لقول عثمان رضي الله عنه. تخرج طعام، والغرض منها والحكمة من إخراج أغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم. طهر للصائم من لغو الرفث، لأنك عندما تصوم قد يحدث منك شيء، ولذلك أدبار الصلوات تستغفر، صح؟ وكذلك إخراج زكاة الفطر حتى تطهر الصائم مما بدر منه من لغو ورفث وغيره. صاع من الطعام قمح، شعير، رز، مكرونه، تمر، زبيب مثلا، لكن لا يصح أن تخرج فواكه. كذلك إخراج زكاة الفطر مال، هناك من يمنع
من إخراج زكاة الفطر نقول والأولى أن نخرج على ما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام طعمة للمساكين. وأخذ كذلك أخذنا ما يتعلق بصلاة التراويح أنها سنة وتؤدى الجماعة في المسجد ويحصل له بالقيام بالإمام حتى يصلي قيام ليل. والأصل أن يقوم على ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة. ثم أخذنا ما يتعلق أيضا بالاعتكاف أنه سنة مؤكدة واضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطل الاعتكاف الجماع والخروج الكثير. ثم أيضا أخذنا شيء ما يتعلق بصلاة العيدين وأن هناك تكبير مطلق وتكبير مقيد. طيب نعم، يبقى معنا كيف نستقبل رمضان. الناس انقسموا في استقبال رمضان إلى قسم. قسم يدعو أن الله سبحانه وتعالى يبلغ رمضان واستعد لرمضان بأن يتفرغ للعبادة وترك المنكرات ويتعلم بدراسة فقه الصيام. نعم، ويدعو الناس إلى الصيام وينكر على من يفطر في نهار رمضان. وقسم يعد العدة لإدخال الناس في الشرك الأكبر، تمثيليات الكفرية وغيرها. الآن تعلمت فقه الصيام، تراجع مع إخوانك، تعلم الناس، تصور هذه الأوراق التي هي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وتحرص على توزيعها وتعليقها في بعض الأماكن التي أذن لك بالدعوة فيها. بهذه الطريقة أخواني انتشر العلم ويعرف الناس فقه الصيام، لأن هناك من لا يدري عن فقه الصيام ويظن أشياء أنها محرمة وليست محرمة. بلع الريق الآن هكذا، بلع الريق. نعم، ماذا عيد؟ لا شيء لأنه لم يدخل شيء لجوفه. فبعض الناس سبحان الله يتنطع يبصق يظن أنه بلع الريق فيه إشكال. ما في إشكال لأنه لم يدخل شيء لجوفه أصلا. كذلك حتى لو ابتلع النخام، ابتلع النخام هذا أمر مستقبل محرم، لكن لو فعل صنع محرم لكن لم يفطر. السواك يصح أن يستاق، بل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاق وهو صائم فلا إشكال. استعمال معجون وفرشاة الأسنان الأولى ترى، وإن استعمل فلا بأس جائز، لكن يحرص أنه لا يدخل شيء من هذا إلى جوفه. المبالغ في الاستنشاق مكروه، وبالغ في الاستنشاق أن تكون صائم. هل له أن يتبرد يغتسل؟ نعم ولا أشكر، ينام لا أشكر، لكن ينام النهار ويقضي الليل في اللهو وفي المنكرات وفي كذا، هذا يعني أمر محرم. نقضي الليل أسهر الليل في الأمور محرم منكر. قطرة العين قلنا لا إشكال لا تفضل. استعمال الإبر المغذية لأن تقوم مقام الطعام والشراب يفطر من استعمال الإبر المغذية، لكن إبر التداوي هذا لا إشكال فيها. السباحة لا إشكال. كل من أفطر في رمضان لعذر فله أن يأكل ويشرب في نهار رمضان ولا إشكال. مثال الآن مرأة صامت بعد الظهر نزل عليها دم الحيض أفطر شاهد أبد، فهل تمسك بقية النهار؟ لا، لأنها أفطرت بعذر، طهرت بعد الظهر. هذا اليوم لابد من قضائه، فهل تمسك؟ لا، جاء من سفر وهو في الطريق في السفر أفطر.
ثم وصل إلى البلد إلى بيته بعد الظهر يمسك؟ لا، لأنه أفطر بعذر. لكن من أفطر بغير عذر يمسك ولا يأكل ولا يشرب ولا يأتي بشيء من المفطرات. مثال: احتجم وهو صائم، أفطر، يمسك به بقية النهار؟ نعم، لأنه تعمد. طيب، إذا كان الإفطار لعذر فهذا يأكل يشرب ولا يشرب، لغير العذر لا يمسك. أيضا ما يتعلق بالمريض، المريض ذكرنا المرض يؤثر على صحته وكذا، فهذا قد يكون صيام محرم. فماذا يصنع؟ ننظر. إذا قرر الأطباء أنه يبرأ بإذن الله فننتظر حتى يبرأ، فإذا برأ قضى الصيام. وإن قرر الأطباء أن هذا مرض مزمن، أيضا كبير السن يلحق بهذا، لأنه كبير السن مرض يلحق بالمريض، مرض لا يجبه، فهذا ماذا يصنع؟ إما أن يطعم في نهاية كل يوم مسكين، أو ينتظر إلى آخر الشهر يجمع بحسب الشهر، 29 مسكين، 30 مسكين، ثم يطعمهم أو يطوف على الفقراء ويطعمهم في أماكنهم بشرط أن يكونوا على عدد الأيام. هذا الذي يسمع. الله سبحانه وتعالى يعني أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، منها أن بلغنا ربنا، الصلاة بلغني ربنا، فإذا بلغك الله رمضان فليرى منك يعني أثر هذه النعمة بأن تشكر. إذا لابد أن نجعل، نريد أن يكون هذا رمضان غير الرمضانات التي مرت، تستقبل بالجد والشهادة، تتعاون مع إخوانك، تتعاون على الصلاة، على القيام، على طاعة الله، على قراءة القرآن، تصحيح التلاوة. إحنا طلبنا من الشيخ الإمام أن يكون يعني لكم في المسجد هنا حلقة تصحيح التلاوة ودروس علمية بعد كل صلاة، لو كلمة واحدة، لو حديث واحد بعد كل صلاة، لا أشكر، حديث واحد بعد كل صلاة تجتمعوا في وقت تصحوا في التلاوة. الآن أنتم تشعروا بقيمة المسجد، نعم، لأن المسجد هنا يعني تشعر بقيمة المسجد، لأن إذا خرجت من المسجد ترى ما ترى وما ترى، فعندما تسخر ورجل قلبه معلق مساجد بيوت الله سبحانه وتعالى تجعلها عامرة بذكر الله، المكان الذي تضع فيه نعلك أكرمك الله ضع معه الدنيا، لا تتكلم عن السيارات وعن العقارات، تتكلم عن مرسي وكذا، يا رجل من السياسة ترك السياسة، أنا أقول على هذا الكلام صح. وأن المساجد لمن؟ فلا تدعو مع الله أحدا، لا تكلم عن الدنيا، عن السياسة، عن سقط ورجع، تكلم عن ماذا نقرأ، ماذا ندرس، ماذا أخذنا اليوم، نريد أن نذاكر القرآن. إخواننا هذا المساجد لو يدخل كافر الآن إلى المسجد ويرحم من في المسجد، استقامة وطاعة وذكر لله، يقول هؤلاء جدين صح؟ أما أسمع كلام عن مرسي وكلام عن كلام صح؟ من الليل إذا خرجت من المسجد تكلم داخل المسجد ما يمكن فيه. والذي يفتح الجوال ويلعب فيه ويقطع ألعاب وكذا ما يصح، أو يغير النغمات أو يبحث عن الرسائل يمحيها. نعم صحيح والله موجود، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، فاجعلوا يعني هذا المسجد عامل بذكر الله. يوصي بعضنا البعض، غير المجلس، اجعل المجلس
يعني عامل بذكر الله، تأتي إلى الإمام وتقول أريد أن أقرأ عليك الفاتحة، تصح عليه التلاوة. أريد أن نجتمع ونقرأ تفسير سورة مريم، نريد أن نصنع كذا، نريد أن نتعاون في إفطار الصائم، نتعاون في كذا، في توزيع الأوراق، ننظف المسجد. كل واحد منا مسؤول في هذا المسجد، صح؟ هنا المسجد ليس حكم على الجمعية وعلى الإمام، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. لابد أن نتعاون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله اليوم الآخر. عمارة المساجد عمارة إما حسية أو معنوية. عمارة حسية بالبناء والتشييد والنظافة والفرش. عمارة معنوية أن تجعل المسجد لله، ذكر، قراءة قرآن، صلاة، تهجد، تراويح، دروس، غير هذا. هذا المهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. خراب المساجد خراب حسي ومعنوي، رمي الأوساخ والأكل والشرب، يعني مع المساجد لم تبنى الأكل والشرب، أكل والشرب عامل لا إشكال. أما نجعل المسجد مكان الأكل والشرب كأنه كافيتيريا، صحيح، أو مقهى، ما يمكن. تقول الله صحيح. أو نجعل المسجد مكان للرقص والطرب، موسيقى تسمع في المساجد، نعم، أو ما يسمع البعض يعني من الرقص والتمايل، هو هكذا ما يصح. إخواننا بمقدار لا بأس بالنوم في المسجد، لكن ينام في المسجد، تقام الصلاة وهو نائم، في الدرس نائم، نعم، هذا معناه يعني اتخذ المسجد. فضل على الصفة كان ينام في المسجد ويأكل، لكن كان منهم أبو هريرة طبعا، أبو هريرة من أكثر الصحابة رضي الله عليهم حفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يفرط في طلب العلم وفي الحفظ وفي غيره. فنحمل هذا إخواننا، قد يطلع علينا بعض الناس يرى مثلا الاجتماع أنه متفرقين، يقول هذا المتفرقين في الظاهر إذا متفرقين في الباطن. يرى أنا أكل ونشرب، يقول هذا الأماكن ما هي للعبادة، لأنه ما ترى يعني ممكن ما ترى في الكنائس وكذا وناس يلعبون ويأكلون ويشربون، نعم غيروا كذا، لكن في أشياء نزع عن المسلم أنه ما يأتي بها ولا تكون في مساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. إخواننا الله بالمساجد، مساجد هذه بيوت الله، ونحن بحاجة إلى عمارة المساجد خاصة بهذه الأماكن. أنت تشعر والله أنه كأن شيء يعني فقد منك عندما تخرج، وعندما ترجع تشعر بأنك المساجد. ولو أسأل الكل هل كان هذا الشعور في بلاد الإسلام تجد، أقول لا، أكثر ما أجده في هذه البلدان. الأولاد الآن لابد من رب الأولاد على محبة المساجد. نعم هذا كان عليه السبب، ولكن الولد عندما يأتي المسجد لابد أن يضبط ضرب الصغار. ما يصح أن يضرب الصغير إلا من الولد ولي الصغير، ويكون الضرب يقصد به التعليم. الغالب اليوم في الضرب أن يقصد به الانتقام لنفسه، وأن يقع من الصغير ما اقتضى الضرب عليه. يعني تعرف أن بعض الصغار يصنع أشياء هذا أنت كنت تصنعها وهذا تصنعه وكذا، وأن يكون الضرب لمن يعرف الضرب. عندنا صغير ابن سنة مثلا، هذا لو تضربه يضحك ممكن لأنه يعرف الضرب أصلا. فبهذه الطريقة ممكن، وأن يكون الضرب بمقدار، ضرب غير مبرح ما يضرب على الوجه، نعم، ولا يضرب صوت مثلا، نعم. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة،
إذا سبق الصغير إلى الصف الأول هل لنا أن نرجع من الصف الأول؟ لا، على العكس، إذا سبق إلى شيء فهو حقه. يؤتى بالصبيان إلى المساجد يتعلموا الصلاة ليسمعوا كلام الله ليتعودوا على الصيام. لكن قلنا إذا كان هذا الصغير يضبط الحمد لله، إذا كان لا يضبط قد يفسد على الناس أو يصيح أو يصنع، لا، هذا نرجع فيه إلى ولي. ما تعلق بالتفرق، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لاجتماع الأمة أو افتراق الأمة؟ اجتماع ما يمكن. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون. إذا لابد أن نجتمع على ماذا؟ على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال من يا رسول الله؟ قال الجماعة الاجتماع. وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ومن شد شد في النار عليكم بالجماعة. حديث كثيرة. إذا لابد أن نجتمع، إذا تنازعنا في شيء ماذا نصنع؟ حكم الشريعة فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. شرط الإيمان بالله واليوم الآخر الرجوع عند التنازع عن الكتاب والسنة. ثم أخواننا لابد أن يكون عندنا أدب في المناظرة، أدب في المناقشة، أدب في النصح. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لعض استماع. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذ لم تعط طاعة. لا يصح أن يأتي وأمام الملأ يقول كلام، تعال وانصح، اكتب رسالة عبر الجوال عبر كذا، وقل يا أخي ترى بدر من كذا، وانت تصنع هذا بالمسجد وهذا ما يليق، وهذا الدليل من الكتاب ومن السنة ومن أعمال السلف. وذكرنا لكم أن الشيطان ما يأتي في الكنائس والبيع، لا يأتيهم، لا يأتي. سئل أحد الصحابة رضي الله عنهم ما بال الشيطان لا يأتي لهؤلاء الوساوس؟ قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتي وساوس في عباداتهم؟ ما يأتي، شوف أبد، اسأل من شئت، ما يأتي وسوس أبدا، ما يوسوس الشيطان لهم. قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتي وساوس في عباداتهم وتأتيك وساوس ويأتيك في المسجد، ولماذا الإمام صنع، ولماذا فلان صنع، ولماذا هذا يصنع كذا، وهذا ما يحبني لأنني من بلد كذا، وهذا استقلني وهذا كذا، وهذا لماذا؟ قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتي وساوس في عباده. الشيطان يأتيك في المسجد لكن ما يأتيك فيه، أنت تعرف ما يأتيك هناك، لماذا؟ قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخلق، وما يصنع الشيطان بالقلب، أعماله خراب، إيش يصنع فيها؟ هي خراب، إيش يصنع فيها؟ خراب يهدمها لمهدوم، لكن أعمالك لأنها عاملة مقبولة يريد يهدمها عليك، يوساوس يوسوس لك. أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. والإشكال، كل الإشكال في من؟ في شيطان الإنس. هذا خطير، هذا لأن تستعين بالله من شيطان الجن يفر، لكن في عندنا شيطان إنس مهما تستعيد ما يذهب. يأتيك وأنت في الدرس، يأتيك وتريد تصلي وقال اسمع نريد نمشي الآن، نعم وسوس لك. فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. شرط الإيمان إخلاص الخوف لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني خوفه من الناس
مثل خوفه من عذاب الله. معلوم أن العبد المسلم يخاف من الله بفعل الأمر اجتناب النواهي، لكن هذا قد الخوف من الناس على خوفه من الله. إذا دخل وقت الصلاة أو قبل أن يدخل وقت الصلاة تتطهر في بيتك، لا في المسجد، لأنك عندما تتطهر في بيتك كل خطوة تخطوها للمسجد لك بها أجر. كذلك تؤجر على الذهاب وتؤجر على العودة. تتطهر في بيتك، تأتي وعليك السكينة والوقار، سكينة ووقار، يعني لا تأتي المسجد وتجري أو ترفع الصوت بالجوال تتكلم أو تلتفت يمين ويسار. تأتي عندما تصل إلى باب المسجد تقدم الرجل اليمنى، تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تضع نعليك أكرمك الله ضع مع النعلين الدنيا، تذكر أنك وضعت الدنيا هنا. لا حديث عن دنيا ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا شطالة ولا ما أحدث الجوالات ولا شيء منها. تدخل إن وجدت الإمام شرع في الصلاة تدخل معه، على أي هيئة تجد الإمام فيها تدخل معه، راكع ساجد جالس قائم تدخل معه حتى وإن كان في التشهد الأخير. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت للمسجد وكانت الصلاة لم تقم بعد ماذا تصنع؟ تلتفت يمين ويسار، يعني أين الإمام؟ تأخر أو تأتي المؤذن أقم الصلاة؟ لا، ماذا تصنع؟ صلى ركعتين حتى وإن كانت الإقامة بقي عليها ربع دقيقة، لأنك إذا صليت يحسب لك أجر الصلاة وقيمة الصلاة. وأنت في الثانية تكملها بسرعة، في الأولى تقطعها بلا تسليم، كتب لك أجر الصلاة، نعمة من الله. وأنت تضمن أنك تعيش ثانية؟ لا، صلي. إذا صليت يذهب عنك هذا الوسواس الشيطاني، يقول أخرج بسرعة وتقام الصلاة وكذا. وجدت الإمام على هيئة تدخل معه على هذا. إذا دخلت مع الإمام تأتم بالإمام ولا تسابق الإمام وتصلي بصلاتك، أدركت الصلاة كاملة تسلم مع الإمام، فاتك شيء تقوم بعد تسليم الإمام وتقضي. إذا سلمت وانتهيت من صلاة الفريضة تأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الورد هذا ورد اليوم، هذه أذكار أدبار الصلوات لأنها لها وقت أعلى من قراءة القرآن هنا في هذا الموضع، مفهوم أخي؟ لأن هذا الورد له مكان هنا أعلى من قراءة. لو قال لنا الشيخ أنا أريد أدبار الصلوات المفروض أقرأ القرآن، نقول لا، هنا الذكر أعلى من قراءة القرآن، مع أنه قراءة القرآن أعلى شيء، أعلى ذكر، يحافظ على هذا الذكر. الحجاج دخل مسجد المدينة وفي المسجد سعيد بن مسيد. كان سعيد رحمه الله لا يقطع الورد الذي بعد الصلاة مهما حصل. دخل الحجاج وصلى بجانب سعيد، وكان الحجاج يلعب في الصلاة، يلعب يكثر من الالتفات. فعندما انتهى سلم الإمام، سلم الحجاج وسلم سعيد، فأمسك سعيد بيد الحجاج ولم أكلمه كلمة حتى انتهى من ورده، وقال له يا لص يا سارق تسرق في صلاتك؟ والله
لو تعود لمثل هذا الفعل لأضربك من عليها هاتين. وترك حجاج لم يتولى بعد. حصل ما حصل من خلاف الحجاج وكذا. دخل المسجد الحجاج فقال الناس اليوم يأخذ الحجاج بحقه. وبالتالي دخل للمسجد فرأى سعيد في المسجد فقال أنت صاحب الكلمات هذا الوقت من عليها هاتين. أنت صاحب الكلمات؟ قال نعم. وضرب على صدري أنا. قال لله دبرك من معلم والله لم أصلي صلاة بعد تلك الصلاة إلا ما تذكرت ما قلت لي. أحسنت يعني. كثرة الالتفات. الالتفات اليسير في الصلاة مكروه، التفات كثير محرم وقد تكون الصلاة باطلة. يحافظ على السنن الرواتب. السنن الرواتب ركعتين الفجر وأربع ركعات قبل الظهر أو ركعتين وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء 12 ركعة أو 10 إذا جعلنا قبل الظهر ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع في ركعتين الفجر ما لا يصنع في بقية الرواتب. ركعتين الفجر لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. ركعتين الفجر لها فضل دون بقية السنة الرواتب. خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا. لو قال لك نعطيك أموال الدنيا كلها هذه ركعتين أفضل منها. لا تتركها أبدا. تقضى ما تترك لا في حضر ولا في سفر. تخفف دون إخلال بالصلاة. تقرأ فيها بعد الفاتحة في الأولى قل يا كافرون في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. نعم كذلك الوتر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أقل الوتر ثلاث ركعات على أقل الكمال وأقل دون الكمال ركعة. لا تتركوا أبدا. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا بحضر ولا بسفر. تحافظ على السنة الرواتب. تقرأ القرآن. انتظار الصلاة بعد الصلاة فإنه الرباط مرابط في سبيل الله. أنت في المسجد تستغفر لك الملائكة وما تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. سبحان الله هذا الآن جالس ينتظر العشاء كأنه قائم صلاة ما انتظر الصلاة. فإخوان هذا الذي يعني نرى من البعض حدان الله إياه هذا مخالف الكتاب والسنة. حتى البعض يعني ما يأتي بعض الناس يقول أنا ما أتي المسجد شيطان هذا قال ما أتي المسجد. لو ما تأتي المسجد إيش معنى هذا؟ أنك تعتزل أهل السنة والجماعة وإن تصلي تتخلف عن الجماعة. الذي يتخلف عن الجماعة وهو ذكر عاقل بالغ كانوا يعدوه زمن الصحابة ماذا؟ منافق ظهر النفاق. كانوا يأتوا بالرجل يهادى به بين الرجلين يعني ما يستطيع المشي مريض معذور لا يتخلف عنها إلا منافق ظهر النفاق. ولا بد أن نتفقد الأخوان دائما. أي الإمام يتفقد المؤذن يتفقد. عندنا في المملكة القديم أيام الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب كان الناس يحضرون في الصلاة مثل ما تحضر في العمل. الإمام مؤذن يحضر الذي يتغير عن الصلاة بخاصة الفجر يخرج الإمام مؤذن بعد الصلاة إلى البيت يدق الباب ويخرجوه ويأخذ والله ما يتأخر عنها. أحيانا حتى الذي يتأخر عن الصلاة يضرب. لكن لا تسأل عن ما كانوا عليه من خير ونعم ورخاء. والله أحد
حدثنا البعض يقول والله كانت تلك الأيام والله قبل أن نخرج لصلاة الاستسقاء نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يردنا خارج، بل يقول والله في يوم من الأيام أردنا الخروج وجدنا رجل في الطريق قل نخرج معنا، قال إلى أين؟ قال صلاة الاستسقاء، قال ارجع بسرعة أخشى، يعني ما تدرك الرجوع، أنا انتهيت، أنا دعوت الله، الله ما يردني. صحيح يقول والله كان خير وكذا. إخواننا الصلاة عماد الدين، عماد الدين، أعمد يقوم عليه البنيان، الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وضيعة الصلاة ضاع كل شيء، ضاع انهدم البنيان. فما يمكن تتخلف عن صلاة الجماعة. إذا لابد أن نتفقد بعضنا البعض. لماذا يا أخي لم تأتي إلى الجماعة؟ لماذا تسهر؟ لماذا ما تتغيب عن العمل؟ والله تسأل بعض الناس. أنا أعرف رجل عندنا له في الوظيفة 27 عام، في ملف الوظيفة لا يوجد لا ولا ساعة ولا دقيقة تأخير، ما وجد في ملف 27 سنة. صح؟ نعم. كثير هذا الموقف، كثير والله كثير. نعم. لكن الصلاة تأخر عنه وكذا هذا كثير، نسأل الله العفو عنه. فماذا تصنع؟ تنام مبكر، تستعين بالله أن هذا المحاضرة الصلاة هذا ليس من جدك واجتهاد، هذا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. تدعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. طيب هذا إبراهيم قال ما عنده ذرية، قلنا هذا الدعاء في محاضرة الصلاة أن الله يرزقه ذرية صالحة وزوجة صالحة وكل شيء. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، صحب الصالح. قل يا أخي جزاك الله خير، خذ لي صلاة الفجر، ونتعاون أنا وأنت، كل يوم تمر علي هذا جار لهذا، كل يوم يتعاون عن الصلاة. كان الصحابة رضي الله عنهم إخواننا يتعاون. تنام مبكر، تزور القبور، لماذا؟ زيارة شرعية، لأن القبور تذكرك الآخر. الأولاد تعلمه، أصلاً الأولاد الآن توقظهم للدراسة ولا يمكن يتغير أحد أبداً، صح؟ ولا تأخر. أما الصلاة فأمرها سهل، إلا من رحم الله. إخواننا أركان الإسلام أهم ما تكون، ذكرنا الإسلام فيما تقدم، ثم الصلاة الركن الثالث، ثم ما يتعلق بالزكاة والحج، ذكرنا شيء من الزكاة، الزكاة والصيام. وأسأل الله سبحانه وتعالى بلغني وياكم الحج. فأخوانا يعني والله أنتم في خطر، والله وأنتم تعلموا هذا أكثر مني، وأولادكم في خطر أكثر منكم. فماذا نصنع؟ نلتجئ إلى الله، نتعاون، نفتح الله سبحانه وتعالى علينا وتتغير الأمور إلى أحسن. لا بد أننا نتعاون، أما كل واحد يعمل على حدة ونتفرق، لا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، أن يبلغنا وإياكم رمضان، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله الذي تضيع دعاءكم.